النظام بتاع السكاشن هيبقى عامل ازاي. المفروض ان في نظام حطه الكليه، ده اللي هو اللي احنا المفروض يعني بادئين بيه دلوقتي، اللي هو ايه، اللي هو اوبشن 1 ده، ان احنا يبقى في سيكشن اونلاين كل اسبوعين، واللي هو يوم الثلاث. انا برضو معلش قبل ما استرسل كده في الكلام، يعني ممكن ماجد بس انت لو الصوت قطع، اي حاجه حصلت بتاع كوميونيكيت معايا. يعني انا قلت لكم ان انتوا ما حدش يون ميوت الا لما اقول له، علشان بس ما نخشش في بعض، بس في نفس الوقت يعني ايه، لو حصل حاجه وانا بتكلم فبقى برضو نبهني يا ماجد يعني. اوكي، انما طول ما انتوا سامعين وشايفين يبقى انا هتكلم عادي. بالنسبة بقى لي زي ما بنقول كده، الاوبشن الاولاني ان هو في سيكشن اونلاين كل اسبوعين يوم الثلاث، وفي سيكشن اللي هو الان كلاس ده يوم السبت. المفروض ان يوم السبت اللي هو الان كلاس ده نص الدفعة بس هي اللي تحضر، علشان نحافظ على قصة التباعد وكده، ما يبقاش ما نبقاش عددنا كبير في السيكشن. فالمفروض مثلا ان احنا النهارده ده اول سيكشن ناخد توتوريال 1، ده هتاخدها الدفعه كلها اونلاين. اونلاين كلنا هنحضر، اوفلاين نص الدفعه بس اللي هتحضر. بعد كده هنيجي مثلا السبت اللي جاي، انا حبيت اعملها بتاريخ عشان بس نبقى متاكدين ان كلنا فاهمين بعض. يعني يوم السبت اللي جاي مثلا هنقوم مدين سيكشن 2 لنص الدفعه بس، اللي هو سي سيكشن 1 و3. وبعد كده السبت اللي بعده هندي نفس التوتوريال، انا هعيدها تاني لسيكشن 2 و4 السبت اللي بعده. فيبقى انا كده عدت التوتوريال 4 مرات، عشان كل مره ادي ربع الدفعه بس، فما يبقاش في عدد كبير. وبعد كده هنتقابل الثلاث اللي بعد اللي جاي، اديكوا توتوريال رقم 3. فيبقى احنا كده هتلاقوا ان احنا ذا اند اوف ذا داي بعد عند الاسبوع الثالث احنا خلصنا 3 توتوريالز. بعد كده وهكذا، تلاقي بقى الاسبوع الرابع ده ادينا واحد اوفلاين ده نص الدفعه، وبعد كده السبت اللي بعده علشان هو الثلاث بيبقى مره ومره، مدينا برضو توتوريال 4 دي على مرتين، وبعد كده ايه، وبعد كده 5 اونلاين. النظام ده هيخلينا ان انا اشرح نص المنهج في الكليه ونص المنهج التاني اونلاين. اوكي، فده كده اول اوبشن. ده غالبا يعني ده الاوبشن اللي حطاه الكليه. هو اوبشن كويس من ناحيه الكورونا، بس هو غالبا يعني مش كويس لا بالنسبه لكم ولا بالنسبه لي الحقيقه، ممكن ما يبقاش محبذ قوي. في اوبشن تاني، الاوبشن التاني اللي هو كان ماجد قال لي اوريدي ان انتوا حابينه اكتر، برضو بنأكد على بعض يعني النهارده، ان هو هيبقى كل اسبوع انا بشرح توتوريال جديده في كل يوم سبت، انا بشرح توتوريال جديده، مش زي بقى الاولاني ده اللي هو انا بقعد سبتين اشرح نفس التوتوريال عشان اشرح الثانيه اونلاين. لا، انا هشرح كل يوم سبت عادي، يبقى انا هشرح المنهج كله في الكليه عادي. طب الكورونا ان احنا هيبقى الـ يعني مش كلكم تيجوا تحضروا، مش عارف بقى لو يعني يا اما هي تتظبط لوحدها، يا اما احنا نظبطها نقول مثلا ان سيكشن فلان وفلان هم اللي هيحضروا، طب والناس تانية تشوف فيديو، يعني تصور لها السيكشن وتشوفوا فيديو. ده غالبا يعني هيبقى احسن لي من ناحية ان انا يعني الشرح بالنسبة لي على السبورة وكده هيبقى اشرح احسن يعني. ونخلي الاونلاين مش هنلغيه، الاونلاين هيبقى موجود بس الاسئله بس. يعني هنتفق على ميعاد، ممكن يبقى الميعاد ده وممكن نتفق على ميعاد تاني زي ما انتم حابين، نخش بس ساعتين كل اسبوعين برضو باي ويكلي. الناس اللي عندها اسئله تسال، لان الناس يعني احنا كده بالنظام ده برضو مش كل الناس بتشوفني كل اسبوع، فاللي مش هيشوفني يسال اونلاين. ده النظام التاني. فأنا زي ما بقول لكم النظام التاني ده يبدو أحسن من ناحية الشرح وكده. أنا لو هشرح أونلاين هيبقى الكتابة بالنسبة لي هتبقى صعبة شوية، يعني مش بالنسبة لي بس، يعني بالنسبة لنا كلنا يعني غالبا الكتابة ما بتبقاش واضحة قوي وبتبهدل الدنيا شوية. فأنا لو هنشرح زي النهاردة مثلا، فأنا أحاول إن أنا أكتب تفاصيل في الشرح بحيث إن أنا محتاجش قوي أكتب، انها في الحل الموضوع هيبقى صعب جدا، يعني في الحل لازم بكتب وانا بتكلم وكده. فدي بس هتبقى ده العائق شويه في الاوبشن الاولاني، واللي بيخليني بقول ان ممكن يبقى الاوبشن الثاني مفضل اكتر. يعني اتكلمت مع الدكتور وقال لي ما فيش مشكله از لونج از بس ان مش هيبقى عدد كبير موجود، وده يعني اللي انا اللي احنا بنبقى متخيلينه عاده، ان لما السكاشن بتتصور فيديوز من التجارب السابقه يعني ما بيبقاش عدد كبير قوي هو اللي بيحضر. انا ما عنديش مشكله في الموضوع ده يعني.
المشكله بس الوحيده ممكن تحصل، ممكن يعني لو حبينا ناخد اتندنس او حاجه، الاتندنس ده احنا بناخده علشان الاعمال السنه 40 درجه، فبيبقى الاتندنس ده 5 درجات ببلاش كده انتوا بتاخدوهم يعني، ده بيبقى هدف الاتندنس الاول والاخير والوحيد. فعشان كده زي ما بقول لكم، ده اللي ممكن بس نتكلم فيه يعني، هل هناخد اتندنس بتاع. بس هو اللي انا سامعه حاليا من الكليه ان هم مش هياخدوا اتندنس، عشان برضو ان احنا ما نبقاش نجبر حد ان هو ينزل في الاجواء اللي احنا فيها دي. اوكي طيب، انا عايز بقى دلوقتي اتاكد ان انتوا ماجد كده الدنيا تمام، او اي حد يعني يرفع ايده ويقول لي ان احنا تمام كده الجزء ده خلص في الشات. انا اول مره ليا على فكره في القصه دي، فبرضه هتلاقيني مش ماشي حلاوه يعني. اوكي اوبشن 2 از بيتر، ننزل يا باشمهندس. تمام. طيب، يعني الـ مش عارف ننزل دي معناها اللي هو اوبشن 2 ولا لا. بس احنا كده غالبا متفقين على ان احنا هنمشي بالاوبشن الثاني، فهنبدأ منه الاسبوع الجاي غالبا يعني. انا كده النهارده هشرح مثلا اللي هي سيكشن رقم 1، وبعد كده من سيكشن رقم 2 هنشتغل في الكلية وانتوا هتصوروا. وبعد كده لو حصلت مشكلة عايزين نرجع على النظام الأولاني، نروح أي نظام احنا عادي، احنا عايزينه هنعمله يعني. طالما خدت أوكي من الدكتور فأنا يعني مفيش مشكلة إن احنا نعمل اللي احنا عايزينه أو اللي انتوا يعني هتبقوا عايزينه. أنا قلت لكم إن أنا الموضوع الشرح أونلاين ده مش أحسن حاجة، بس يعني أنا برضه ما عنديش مشكلة فيه، ممكن أشرح يعني أونلاين، فالاختيار اختياركم رقم واحد. بس مهندس عندي سؤال. طيب، انا بس بالنسبه للاسئله، وممكن الناس تبقى ترفع ايديها، او انت رفعت ايديك مثلا؟ انا رفعت ايدي بس فترة، بس ما كانش فين بقى بيظهر لي فين؟ انا كنت رافعها، كان في ريسبونس. طيب مين؟ امان انت؟ مصطفى ماهر. مصطفى، انا عايز اعرف انه يعني اعرف منين يا مصطفى ان انت رفعت ايدك، عشان بقى كان الناس لما ترفع ايديها انت أنا مش عارف إزاي. مصطفى محمود، مصطفى ايه؟ ماهر. إيه دي حاجة مهمة جدا، عشان بعد كده أي حد عايز يتكلم. شفتك يعني. ماشي، اتفضل يا مصطفى ماهر، اتفضل. هو أنا عندي سؤال بس، هو النزول للكلية هيبقى كل السكاشن أوفلاين، ولا هو هيبقى سكشن واحد وبيتصور؟ يعني سكشن واحد والناس كلها بتحضره وبيتصور في نفس لا الوقت؟ لا، انا هنزل، انا يوم السبت احنا عندنا 2 سلوتس اللي هي أوكي. الثالثه والرابعه دي، او 12 ونص و2 ونص، فانا هشرح السكشن مرتين، هشرحه في دي وفي دي، تمام؟ ففي هيبقى قدامي مثلا الناس هتيجي تحضر الساعه 12 ونص، وناس هتيجي تحضر الساعه 2 ونص، اللي هو يعني على حسب الجدول المفروض ان سكشن 1 و2 يبقوا الساعه 12 ونص، وسكشن 3 و4 2 ونص. مش كلهم هيجوا يحضروا بقى، دي الفكره، ان مش كل واحد واثنين، مش نص الدفعه يعني، المفروض جزء منهم هيجي يحضر والجزء الثاني هيحضر هيسمع الفيديو. ده لا، ده بما اننا اتفقنا على الموضوع ده. طيب انهي نص بقى اللي هيحضر وانهي نص اللي هيسمع الفيديو؟ انا مش هجبر حد يعني، مثلا مش هقول سيكشن واحد هو اللي يحضر لي وسيكشن اثنين يسمع فيديوز. فهنخلي الـ هنخلي الـ هنخلي الموضوع يمشي عادي، از لونج از ان العدد مش هيزيد قوي في السيكشن الواحد. لو زاد قوي ممكن بقى نبقى نقنن. فانا هشرح السكشن مرتين يوم السبت، المفروض جزء من سكشن 1 و2 هيجي لي الثالثه، وجزء من سكشن 3 و4 هيجي لي الرابعه، وهيتصور، مش ممكن يتصور بقى في اي سلوت يعني، ويبقى معايا كل فيديو. ده النظام اللي احنا عايزين نمشي عليه. شكرا يا باشمهندس. تمام. بالنسبه لاسمي، انا عمرو اسامه، انا نسيت اعرف من نفسي، معلش بقول لكم ان انا بس خدت شويه شمس حلوين يعني. انا عمرو اسامه، دفعه 2016. بس والديفايسز دي بدرسها بقالي كام سنه يعني كده، ان شاء الله نبقى مع بعض فيها. دكتور محمد برضو يعني، انا ودكتور محمد موجودين في الماده بقالنا اكتر من سنه، بمعنى يعني ان انت الماتيريال اللي قبل كده، مصطفى عامل ان ميوت بقى تاني، لا قصدي ميوت، بمعنى الماتيريالز اللي هتبقى موجودة قبل كده هتلاقي ان هي ايه،
كانت بتاعتنا يعني شيء ممكن يعني ممكن نسترشد بيها يعني. اوكي طيب جميل قوي، نبدأ بقى على السكشن بتاع النهارده. فاحنا مبدئيا مبدئيا احنا الاوفر فيو بتاع المنهج بتاعنا هو الجزء اللي فوق ده. احنا هنبدأ بالاول بالفيزيكس او سيمي كوندكتورز والكارير داينامكس، دي مراجعه على السيمي كوندكتورز. المفروض اغلب المعلومات اللي هنقولها ان لم يكن كلها يعني انتوا شفتوها قبل كده عدت عليكم، بس احنا هنراجع عليها وهنديها وقتها في المراجعه. يعني دكتور محمد بيدي الحته دي وقتها في المراجعه لان هي مهمه جدا وهتأثر علينا بعد كده. هو الكورس اسمه ديفايسز، منطقي ان احنا نبدا باول ديفايس اللي هو البي ان جنكشن، ولكن احنا مش بنعمل كده، احنا بنبدا زي ما قلنا بالمراجعه دي عشان دي هتفيدنا جدا، وهنديها وقتها من 3 ل 4 سكاشن وعليها شيتين. وبعد كده هندي الديفايسز بقى، هنبدا في اسم الكورس اللي هو ديفايسز. عندنا البي ان جنكشن ده رقم واحد، معلش انا يمكن صوتي بيقطع، احاول اعالج الموضوع ده ما يقعدش تسمعوا انتوا النوتيفيكيشنز دي كل شويه. ماشي بقى، هو يعني اول فيديو اونلاين طبيعي يبقى ايه، يبقى في حاجات غريبه كده. ولا في برضو اي حاجة عملت لكم ازعاج قولوا لي. فده كده ده اول جزء اللي هو الفيزيكس والكارير. وبعد كده البي ان جنكشن ده ديفايس المفروض ان احنا عارفينه كويس جدا، فبرضه هناخده، هيبقى جزء منه كبير مراجعة على معلومات عندكم اساسا. وغالبا الميد ترم بيقف لغاية هنا. بعد كده بقى بعد الميد ترم اللي هو النص التاني من الترم، بناخد الديفايسز بقى الجديدة عليكم، الميتال سيمي كوندكتور كونتاكت، ال ام اس كونتاكت، والبي جي تي والموسفت. البي جي تي والموسفت انتوا عارفينهم المفروض، بس احنا هناخدهم من وجهة نظر تانية اللي هي الديفايسز. احنا هندرس الديفايس ذات نفسه، انت اللي انت عارفه عنهم هما الاثنين، اللي هو ازاي انت تاخد الديفايس ده بكاركترستكس معينة وتشتغل بيه، تحطه في سيركتس وتعمل بيه ديزاينز وحاجات زي كده. اتخيل ان انتوا يعني عديتوا على الحاجات دي في كورس الالكترونكس الثانيه في ثانيه، ولكن احنا هناخد الديفايس ده الكاركترستكس بتاعته دي جت منين، تفسيرها ايه كفيزكس يعني. والموسفت ده هيبقى اتقسم اوريدي جواه ثلاث حاجات، موسكاب ولونج شانل وشورت شانل. واحنا يعني ايه لغايه الام اس كونتاكت هتحس ان الكورس لطيف لطيف لطيف، وبعد كده فجاه هنقوم ايه نخش على البي جي تي، ده تلاقي صعبت شويه، بعد كده على الموسفت بقى تلاقي الدنيا صعبه حبتين. يعني انتوا ايه عادة بتلاقي الكورس بيبدأ سهل كده وتحس ان هو لطيف قوي، وبعدها بيبقى فيه ستيب كده في الصعوبة، تلاقي فجأة الدنيا صعبت شوية. بس احنا مع بعض يعني الدنيا تبقى تمام. في ميزة مهمة جدا في الكورس ان احنا تفهموا انتوا في المحاضرة، الناس بتيجي فاهمة من المحاضرة غالبا اغلب الحاجات، فدي ميزة كويسة جدا. فانت هتعتمد في الفهم على المحاضرة، وبعد كده انا في السكشن برضو بشرح شوية قبل الحل. وبعد كده لو ما فهمتش من المحاضرة وما فهمتش من السكشن، وبعد كده سألت ما برضو الإجابة ما عجبتكش او حسيت انك انت عايز تفهم اكتر، ساعتها بقى بنروح للريفرنسز اللي تحت. يعني انت طريقة المذاكرة بتاعتك تبقى كده، يعني انت هتبدأ بالمحاضرة والسكشن الشرح اللي فيهم والحل، most probably هتفهم اغلب الكلام. يعني زي ما بقول لكم اصلا الناس بتيجي فاهمه من دكتور محمد كويس. لما هتخش بقى على الـ على الـ لو في حاجه ما فهمتهاش يعني تخش بقى على ريفرنس. وبرده لما تخش على ريفرنسز تخش تدور على الحاجه اللي انت عايز تقرا فيها. يعني ما حدش يقول مثلا، يعني طبعا هي نصيحه غريبه شويه بس هي دي نصيحتي، يعني ان انت صعب شويه انك انت تقول انا هذاكر الماده من الريفرنس من الاول كده. انت لو ذاكرت كل المواد من الريفرنس فمش هتعرف توفق، لازم تيجي مادة على حساب حاجة، لان يعني مش هيبقى عندك الباندويث او الوقت الكافي انك انت تعمل تذاكر كل المواد من الريفرنس. طبعا في ناس بتحب كده، لو يقدروا يعملوا كده يعني طبعا دي حاجة ممتازة يعني، بس انا بقول يعني الاغلبية العظمى يعني. فالاغلبية العظمى ان انت لما بتحب تدور على حاجة في الريفرنس، على حاجة معينة انت مش فاهمها تدور عليها في الريفرنس، مش تخش تقرا من الاول. يعني لان احنا في الاخر من دول مش تكست بوك، يعني احنا مش ماشيين معاهم بالترتيب بتاعهم وبنقول كل كلمه فيهم، لا. طيب ففي عندنا الثلاثه دول اللي هو الريفرنس بتاع يانج وستريت مان ونيمان. هتلاقي ان احنا زي ما بقول لكم كده يعني في معلومات بناخدها من كل واحد. ستريت مان ونيمان موجودين بسهوله سوفت كوبي، يانج انا ما كنتش بلاقي سوفت كوبي، ما اعرفش يعني هو نزل ولا لا.
نيما ده سهل ولطيف جدا، القراية فيه سهلة وبسيطة. ستريت مان ليفل أصعب شوية. يانج يعني في حاجات بس احنا بنقولها كده ما بتبقاش موجودة إلا فيه. فدي كده دي الريفرنسز يعني. لو انت في حتة معينة عايز تقرا فيها ممكن تسألني وانا اقول لك انا قريتها وفهمتها منين، فايه فبرضه اساعدك يعني في القصة دي، مش هيبقى في مشكلة برضه فيها. تمام. طيب انا بيتهيألي ان دي كده كل المقدمة اللي انا عايز اقولها قبل ما اشرح عن الكورس. احنا اتكلمنا عن طريقة التدريس. بالنسبة بقى للكلية، طريقة التدريس فيها ان احنا بقى يعني انا برضو بتلاقيني بكتب على السبوره، ويعني زي ما انا كاتب مثلا كده في ورق، وبعد كده يعني بشرح عليها وبنحل. فيعني قصدي بيبقى في وقت للكتابه ووقت للشرح، مش الاثنين simultaneously. ده يعني انا ده بيبقى مقتنع ان ده احسن شويه في الشرح عشان يبقى معاكم الكتابه كويسه، لان يعني جزء كبير جدا من الاستفاده من السكشن انت في الاخر يبقى معاك سكشن مكتوب كويس يعني. عشان برضو لو انتوا هتصوروا فيديوز يعني، فيبقى اللي هيصور فيديو مثلا يعمل حسابه ان انا هيبقى في وقت بكتب فيه. اكيد انتوا بقى بتعرفوا تقطعوا وتقصقصوا وتظبطوا الحوارات دي كلها. طيب فنبدأ بقى بالشرح. قبل بس ما أبدأ في الشرح يعني، حابب استنى نص دقيقة كده لو حد عايز يقول اي حاجة في اي حاجة. تمام، ما حدش عايز يقول. احنا بقى توتوريال 1 يعني. انا اتخيل ان انتوا النهارده ماشي، في حد عايز يتكلم؟ اتفضل يا محمد حمدي. محمد حمدي، يا باشمهندس، ايوه محمد حمدي. هو انا محتاج ارجع لاولى راجع تاني، ولا ممكن مثلا مع السكشن والسلايدز ابقى كويس، ولا محتاج لا ارجع لا اولى؟ لا 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 يعني احنا هنراجع الحاجات اللي احنا محتاجينها في الكورس بتاعنا. لو انت بقى في حاجه من اللي احنا بنراجعها ما فهمتهاش، ماشي ممكن ترجع بقى لو انت كنت فاهمها مثلا قبل كده من حاجه معينه، انما اللي احنا محتاجينه احنا هنقوله يعني. اللي احنا محتاجينه في بقيه الكورس احنا هيتقال. اوكي. تمام. طيب حسام اتفضل. اتفضل يا حسام على طول خش. لو سمحت يا باشمهندس، هو الورق دوت حضرتك ممكن تبعته لنا ولا؟ حلو قوي السؤال ده وجديد. السؤال ده بتاع كل سنة. الموضوع ده مش يعني مش بيبقى محبذ في الكلية خالص يعني من المعيدين، علشان بس ما يقلبش كورسات. هو نفس الورق ده هو اللي انا بيبقى معايا بكتب منه على السبورة، فعشان كده السنين اللي فاتت برضو كانت الناس عايزة، بس زي ما بقول لكم يعني علشان بس السكشن ما يقلبش كورس وكده، فالورق ده يعني لا مش بيفضل معايا. انت بقى انا بكتب كل اللي فيه على السبوره وبيبقى معاك، او هشرح عليه هنا يعني في الاونلاين، فمش هتفرق معاك قوي يعني ان هو يبقى معاك او مش معاك. فدونت وري يعني، بس ان انا ادوركم يعني تصوروه وتوزعوه يعني ما بينكم، لا يعني ما مش بيتوافق عليها. اوكي اتفضل يعني. هو باشمهندس بس عشان ما سمعتش الحته ديت، عشان كان الصوت بيقطع من شويه. يعني السكشن الاولاني بس احنا هناخد الورق بتاعه، تمام ولا لا؟ هيبقى معاك يعني في الفيديو كده، مش احنا ريكوردينج دلوقتي والفيديو معاك، ما هو فانت ريكوردنج بس. ايوه هيبقى بس انا معاك. بتكلم، اصل الريتم هيبقى اسرع شويه ممكن، فالواحد ممكن ما يلحقش يعني يكتبه كده، هياخد يا وقت راجل طويل قوي معاك عشان بيست التسجيل. ستوب وبلاي بقى براحتك. ماشي، لو هو بس اول سكشن، عشان بس هيبقى الريتم بتاع الفيديو مش زي الكتابه على السبوره، ناخده بس وبعد كده خلاص. حاضر، ماشي، شكرا جدا، مفيش مشكلة فيها دي، هبعته لكم يعني. ما شكرا. عنديش مشكلة، بس هو علشان بس زي ما بقول لكم يعني الدكاترة ما بتحبش الموضوع ده للسبب اللي أنا قلته. فاهم. تمام كده نكمل نبدأ بقى احنا. ما شاء الله الاتنديز 124 يعني. مش عارف هو الدفعة شكلها عددها كويس لما يبقى في 124 حاضر، أكيد مش كل الناس حاضرة يعني، فكده واضح إن الدفعة فيها عدد كويس يعني. أنا سمعت إن احنا الحمد لله في اتصالات ما بقيناش المركز الأخير السنة دي، بقالنا كذا سنة يعني دايما احنا بنبقى أقل قسم في التنسيق، فسمعت إن احنا مش أقل قسم السنة دي يعني. فيعني كويس إن ابتدت الناس تعوز القسم تاني. اتفضل يا حسام. لا، هو احنا اقل القسم، بس دي اخر سنه نبقى اقل فيها، لان السنه الدفعات الجديده هي اللي نازله بتباور، هي اللي اقل. اوكي. طيب شكرا للتوضيح. لسه احنا اقل قسم. ماشي اوكي. طيب
نبدأ بقى في الشرح. انتوا النهارده في المحاضره يعني مش عارف بالظبط وصلتوا لفين، اكيد خلصتوا السلايدز الاولانيه اللي هي بتخلص لغايه الافكتيف ماس. مش عارف بعد كده ممكن تبقوا دخلتوا في السلايدز الثانيه ولا لا. يعني ممكن برضو حد كده يقوم ميوت ثانيه بس يقول لي، حد يرفع ايده ويقوم ميوت ثانيه. دخلنا في شابتر 2، دخلتوا في شابتر 2. طيب ماشي. يعني احنا النهارده هنشرح كده اغلب شابتر 1، وبعد كده هنبقى ماشيين مع المحاضره يعني مش مشكله. طيب فاحنا السيمي كوندكتور فاندامنتالز اللي احنا بنبدا بيها مبدئيا، عندك اتوميك او الاتوميك موديل او بور موديل او شيل موديل اللي احنا واخدينه من ايام ثانويه عامه، اللي هو كان بيقول لك ان الالكترونز جوه الاتوم بتاخد ديسكريت ليفلز اوف انرجي وانجولار مومنتوم، تبقى موجوده في ديسكريت ليفلز، والليفلز دي متقسمه كي وال وام وان وهكذا، وكل ليفل جواه بيتقسم ل اس وبي ودي واف اللي هي بنسميها شيلز، الكي ال ام دي شيلز والاس بي دي اف دي السب شيلز. والالكترونز المفروض ان هي باوندد للانرجي ليفلز دي، تقدرش تكون موجوده في اي انرجي ليفلز ثانيه، والانرجي ليفلز دي ليها يعني ليها حسابات معينه، مثلا اللي هي نيجاتيف 13.6 على ان سكويرد الكترون فولت في يعني الحسبه دي جايه من كونستانتس مختلفه. بس طبعا الموديل ده هو الفكره فيه ان هو بيقول لك ان انت بتاخد انرجي ليفلز معينه وعددها محدود زي ما احنا بنقول كده. الاس والبي والدي والاف دول بس حابب ان انا اقول عليهم حاجه مهمه جدا، مش عارف عارفينها ولا لا، ان هم احنا بنسميهم سب شيلز بس هم مش سب شيلز في الانرجي، هم سب شيلز علشان هم قسموهم مش عشان هم انرجي ليفلز مختلفه، هم قسموهم علشان الالكترونز لما جم بصوا عليها بتتحرك ازاي حوالين الاتوم لقوا ان هي بتتحرك في اشكال مدارات مختلفه. فاهمين؟ يعني في مدار مثلا اللي هو يبقى شكله بيضاوي مثلا somehow، في مدار بيبقى واخد اشكال مختلفه وكده. الاشكال دي يعني لازم نشوفها عشان نعرفها. بس المهم ان انا عايز اقول لكم ان الفرق ما بين الالكترونز اللي هي في الاس في السبشيل اللي هو اسمه اس، والالكترونز اللي في السبشيل اللي اسمه بي، الالكترونز اللي في السبشيل اللي اسمه دي، ان هم بيدوروا في مدارات اشكالها مختلفه، مش ان هم انرجي ليفلز مختلف. علشان لما انا دلوقتي هخش في حته السبليتنج اوف انرجي ليفلز ما تتلخبطش ان انت تقوم قايل لي هو انا كان عندي اس وبي دول كانوا تو انرجي ليفلز يعني وبعد كده بقوا اكتر. هو احنا زي ما بنقول كده اس وبي دول اشكال مختلفه للمدارات اللي بتدور فيها الالكترونز حوالين الاتوم. ممكن لو اي حد سرش يعني يشوف اشكال المدارات دي شكلها عامل ازاي، ولو شفت اشكال المدارات هتعرف ليه اس ده فيه 2 الكترونز بس وP في 3 electrons P في 3 orbitals اللي هم 6 electrons عشان كل orbital فيه 2 electrons طبعا. فلو انت سرشت كده على الأشكال بتاعت المدارات دي هتعرف هتشوف يعني ليه الـ S في orbital واحد 2 electrons، ان الـ P ده في 3 orbitals اللي هم 6 electrons وهكذا. فالفرق ما بينهم بس هو شكل المدار. اوكي طيب، فدي حاجه اللي هو الشيلز والسب شيلز، دي طبعا مش حاجه نقولها فيها يعني. والرسمه اللي انا رسمها دي اللي هو بتاعت السيليكون اتومز 14 الكترون، فيبقى في 1s 2 الكترونز وبعد كده 2s 2 2p 6 وبعد كده 3s 2 و3p 2، يبقى كده ايه عندك 14 الكترونز دول بتوع السيليكون اتوم. طبعا هو السيليكون هو عم السيمي كوندكتورز اللي احنا مهتمين بيه يعني، عشان كده احنا بنضرب بيه المثال وهو برضه هنتكلم عليه كتير بعد كده. وبنسمي الالكترونز اللي في الاوتر موست شيل اللي هو اخر انرجي ليفل هنسميها فالنس الكترونز، ده مسمى بس عشان ايه هستعمله دلوقتي برضه هقول لك ايه فالنس الكترونز. تمام طيب. وكان في اسامبشن تاني في اتوميك في الاتوميك موديل ده ان الالكترونز may shift between levels to higher or lower energy level عن طريق ان هي يعني لما بتنزل من higher level lower level وبتفقد الفرق في الانرجي ده في صوره فوتون او فونون، يعني ممكن مش شرط يكون فوتون. المهم يعني لو فوتون بيبقى خارج بانرجي معينه ال h نيو بيساوي فرق الانرجي ما بين التو ليفلز دول. فهو الاسامبشنز يعني ان احنا عندنا ديسكريت انرجي ليفلز وممكن نتحرك ما بينهم. طيب فده بور موديل اللي هو احنا ايه عارفينه من زمان قوي.
بعد كده احنا بنتكلم بقى على الانرجي باند فورميشن في الكريستال ستراكشرز. ايه بقى الموضوع ده؟ ان هو قال لك ان احنا لما جم يبصوا لقوا ان بور موديل ده لطيف قوي لو انا هتكلم على اتوم موجوده لوحدها كده في الصحراء. انما احنا لما بنتكلم على السيمي كوندكتورز احنا هدفنا اساسا ان احنا ندرس الفيزكس بتاعت السيمي كوندكتورز اللي هنستعملها بعد كده في الالكترونيك ديفايسز. فبنتكلم ان السيمي كوندكتورز دي بتكون موجوده في كريستال ستراكشرز. كريستال ستراكشرز دي معناها ان انت بيبقى عندك بيريوديك كريستال، يعني عندك يونت سيل معينه بتتكرر بشكل ايه، بشكل بيريوديك، بحيث تكون لك شكل ايه، كريستال كده مكونه من يونت سيلز كتيره قوي بتتكرر جنب بعض. تمام، زي اليونت سيل اللي انا رسمها على اليمين دي مثلا. يعني طبعا انا عارف ان احنا ما خدناش كورس ماتيريالز في مينستريم، غالبا الدنيا لسه ما اتغيرتش عن ايامي، لسه ما فيش كورس ماتيريالز. كورس الماتيريالز كنا بندرس فيه شويه اشكال الكيوبيك، اشكال اليونت سيلز اللي ممكن تبقى موجوده في الكريستال ستراكشرز المختلفه. ولكن هي احد يعني الشكل اللي هو البسيط قوي مثلا اللي هو يبقى كيوبيك كده، ف ده بيكون شكل اليونت سيل في كريستال ستراكشر، بتبقى بتتكرر كتير قوي. واليونت سيل دي بتبقى يعني الشكل ده اللي هو يبقى فيه اتوم عند كل راس او عند كل فيرتكس للكيوب ده. فبيبقى المينيمم ديستانس ما بين الاتومز، يعني لو في اتوم هنا واتوم هنا، فالمينيمم ديستانس بتكون هي ايه، الصوت بيقطع. اوكي تمام يا باشمهندس، ماشي. لا ده حد كان كده. لا طيب. فزي ما بنقول كده ان احنا عندنا اللاتس اتومز دي بتكون اقل مسافه هي اللاتس كونستانت اللي هو مثلا اللي هو الايه ده. اوكي طيب، فلما بقى الاتومز دي بتتجمع كده وتقرب من بعضها في كريستال ستراكشر ايه اللي بيحصل؟ ماشي، بيقول لك ان لما الديستانس ما بين الاتومز دي بتقل، ماشي، في السوليدز والكريستالز دي الانتر اكشن، ماشي، بيحصل انتر اكشن ما بين الالكترونز في الاتومز المختلفه. حلو، يعني انا بدل ما كان عندي اتوم نيوكليوس كده وبيلف عليه شويه الكترونز في الموديل البسيط قوي، وبرده اتوم تانية بعيده عنها، استخدم القلم اللي في البي دي اف عشان اعلم عليه يعني، بس انا مش عايز اكتب حاجه، بشاور لكم بس كده. يا محتاج تكتب حاجه بس اعمله، ماشي. فاحنا بنقول ان الديستانس بتقل، فبيحصل انتراكشن ما بين الالكترونز في الاتومز المختلفه، ومنها بيحصل موضوع الانرجي باند. طيب يعني ايه الانتراكشن ده؟ اقدر اكلمك على الانتراكشن، بس خلينا يعني نبص على الرسمتين دول، تمام، وبعد كده يعني نحاول بقى نقتنع فيزيكالي بموضوع الانتراكشن اللي بيقسم لي الانرجي ده. فبس قبليها خلينا نبص على الرسمتين دول. ايه الرسمتين دول؟ بيقول لك ان انا الكلام اللي انا بقوله ده بيحصل ازاي، ان انا بيبقى عندي ادي الانرجي ليفلز اللي معروفه قبل كده ان 1 و2 و3 اللي هي كي وال وام مثلا. فبيجي الانرجي ليفل اللي هو اسمه ام ده، تمام، عند ديستانس معينه بيبتدي ينقسم لايه، لكذا انرجي ليفل، وكذا انرجي ليفل دول ينقسم وهكذا لغايه ما يبقى عندي مجموعه كبيره من الانرجي ليفلز كون لي باند. ماشي، باند ده يعني مجموعه كبيره من الانرجي ليفلز كده مع بعض، ولكن هم جوه الباند ده هم ديسكريت، يعني هم مجموعه كبيره قوي من الديسكريت انرجي ليفلز وقريبه قوي من بعضها زي باند، تمام، بس هي في الاخر هم ديسكريت مش كونتينوس برضه. اوكي، وبعد كده عند مسافه اصغر، تمام، بتبتدي ان 2 دي تنقسم، وعند مسافه اصغر واصغر بتبتدي ان 1 تنقسم. يبقى هو اللي بيحصل اللي شفناه في الانرجي باند فورميشن ده، ان انا لما اللاتس كونستانت اللي هو المسافه اللي ما بين الاتومز في الكريستال بتصغر، بنبدا اول حاجه سبليتنج من اعلى انرجي ليفل. اعلى انرجي ليفل هو مبدئيا اللي بيحصل له سبليتنج، وبعد كده الانرجي ليفل اللي اقل منه يحصل له سبليتنج، والاقل يحصل له سبليتنج، وهكذا. السبليتنج ده بقى بيحصل ليه؟ عشان بيحصل انتراكشن. ايه الانتراكشن ده؟ هتكلم عليه دلوقتي حالا، بس هو احنا ايه بنقول ان ده هو اللي بيحصل، تمام. طيب، فبعد ما بنقول كده بيقول لك ان اللي يهمني بقى هو اعلى انرجي ليفل، تمام، اللي هو ان 3 ده اللي هو في الفالنس الكترونز اللي احنا لسه متكلمين عليها. لما بنيجي نبص بقى على الانرجي ليفل اللي هو اعلى واحد ده، فبنلاقيه ان هو يعني لما نيجي نبص كده عليه بنلاقيه ان هو بينقسم ل تو باندز رئيسيين، تمام، فالنس باند وكوندكشن باند. الباند اللي تحت ده اللي هو الفالنس باند، تمام، ده انا هنا بقى حاجه ممكن اكتبها، فنجرب بقى كده مع بعضينا ان احنا نكتب مثلا هنا
انا بجربها مع نفسي بقى بعد كده بعد كده بجربها في السكشن ما بهدلش الدنيا. طيب فاللي احنا اللي انا كنت بقوله دلوقتي بس ان انا هنا عندي فيلانس باند وكوندكشن باند. تمام الفيلانس باند ده هو اللي تحت الباند اللي تحت ده وكوندكشن باند هو اللي فوق. تمام والفرق ما بينهم هو ايه؟ تمام هنقول دلوقتي برضو الفرق ما بين الفيلانس باند او انتوا عارفينه يعني واحنا برضو هنراجع عليه. بس احنا حابين نقول الرسمتين دول ان هو بيحصل سبليتنج للانرجي ليفلز. لو جينا بصينا على الانرجي ليفل اعلى واحد الاقي ان هو يعني ركزنا معاه كده الاقي ان هو بينقسم لتو باندز اساسيين فيلانس باند وكوندكشن باند وبيكون ما بينهم انرجي جاب معينه. تمام طيب فخلينا بقى ايه نخش جوه التفاصيل بتاعه الكلام ده اكتر. ايه الانتراكشن بقى اللي انت بتقولي عليه ده؟ تمام الانتراكشن اللي احنا بنقول عليه ان هو لما الالكترونز بتقرب من بعضها فالكلام اللي احنا هنقوله ده ريليتد بشكل كبير جدا للكوانتم ميكانكس والمودرن فيزيكس اللي انتوا خدتوها قبل كده. الموضوع ده مش في السكوب قوي بتاع الكورس بس احنا بنقوله علشان نفهم الحاجات دي يعني اللي عايز يفهمها يعني قصدي صعب ان انت تسيل في الحاجات دي او انت مش هتسيل فيها بس احنا بنقول دلوقتي معلومه ان بيحصل انرجي باند فورميشن. فاللي عايز يفهمها بنفهمها ازاي ان انت المفروض ان كل الكترون بيبقى ليه حاجه زي probability density function اللي هي بتعبر عن probability ان هو يتواجد في اي مكان في السبيس. اوكي فلما التو اتومز بتقرب من بعضها لما التو اتومز حاضر هسمع اللي رافع ايده بعد بس مخلص الحته دي في الشرح. لما التو اتومز بتقرب من بعضها ال probability density functions بتاعتهم هما الاثنين بتبتدي توفرلاب تتداخل مع بعضها. اوكي فده بيعمل لي ان في اتراكشن وريبولشن فورسز لان انت دلوقتي بدل ما كان في اتراكشن ما بين الالكترونز وما بين النيوكليوس بتاعتها والاتراكشن ده هو اللي كان بيخليها بتلف في مدارات حواليها ما تهربش منها يعني تمام تخليها بوندد ليها بقى في دلوقتي الالكترونز دي بقى في جنبها الكترونز ثانيه طبيعي ان هي يبقى في ريبولشن معاها وفي نفس الوقت بقى في نيوكليوس ثانيه وهكذا. والموضوع ده متكرر على عدد كبير جدا من الاتومز اللي يعني لازقه في بعضها جوه الكريستال وبالتالي بقى في اتراكشن وريبولشن فورسز كتيره. بيقول لك ان الموضوع ده بقى بيعمل لي ان في مناطق بتبقى يعني بدل ما الالكترون ده كان ليه انرجي معينه تمام لا هو هيبقى ببروبابيلتي معينه هو هيبقى ليه تو انرجي ليفلز ممكن يتواجد فيهم ليه بروبابيلتي فيهم. لو انرجي ليفل هو بيسموه بوندنج وهاي انرجي ليفل اللي هو بيسموه الانتي بوندنج. يعني ايه لو بوندنج ده بوندنج ان هو يفضل بوندد للاتوم بتاعته. اوكي فده كده يفضل بوندد انتوا عارفين ان احنا ايه بنقول دايما ان هو طول ما هو بوندد فهو ليه لو انرجي اللي هي بتكون بالنيجاتيف وبعد كده لما بيبتدي يتحرر من الاتوم ان هو بيكتسب الانرجي الكافيه اللي تخليه يتحرر من الاتوم يبقى ليه هاي انرجي يعني تقدر تحرره من الاتوم. فالمهم ان هو بيقول لك ان انت اللي بيحصل لما الاثنين لما الاتومز المختلفه دي بتقرب من بعضها ان هما بيبتدي يحصل فورسز ما بينهم مختلفه فبيبقى كل الكترون بدل ما كان ليه probability ان هو يتواجد في energy level واحد لا هو بيبقى ليه probability ان هو يتواجد في two energy levels واحد low واحد اقل من اللي هو كان فيه واحد high اعلى من اللي هو كان فيه. الاقل اللي من اللي هو كان فيه اللي هو بيقول له ان انت تفضل bonded للاتوم بتاعتك واللي اعلى من اللي هو كان فيه ده اللي هو بيقول له ان انت ايه تبقى يعني تهرب من الاتوم بتاعتك اللي هو بيسموها الانتي bonding. فالموضوع ده زي ما قلنا بيحصل نتيجة ان الـ probability density functions بتاعت الالكترونز في الاتومز المختلفة بتoverlap مع بعض. في analogy لطيف بيبقى مكتوب للموضوع ده لو بيقول لك ده عامل زي ايه عامل زي عربيتين كانوا في سباق فالاتنين دول لو بعاد عن بعض كل واحد في حارة لوحده يعني بعيد قوي عن بعض فالاتنين محتاجين نفس الباور علشان يحصلوا على نفس السرعة في حين ان لو العربيتين دول يعني خليت واحدة بتجر التانية بس التانية اللي ورا دي يعني ستيل ليها باور يعني ما بقولكش واحدة بجر التانية يعني التانية دي واقفة خالص لا يعني هما الاثنين ماشيين هما الاثنين ليهم موتور وماشيين بس هما الاثنين يعني مرتبطين ببعض فهتلاقي ان انت العربية الاولانية بقت محتاجة باور اعلى العربية التانية بقت محتاجة باور اقل علشان الاثنين يمشوا بنفس السبيد وبالتالي بيحصل حاجة بيقولك اللي هي شيرينج اوف انرجي ما بينهم هما الاثنين. ده اللي بيحصل برضو ما بين الالكترونز في الاتومز المختلفة يعني بيحصل شيرينج للانرجي ما بين الاتومز المختلفة او ما بين الالكترونز في الاتومز المختلفة لما بتقرب من بعض. اوكي فده الكلام اللي الناس بتاعت الفيزيكس والناس بتاعت الكوانتم ميكانيكس بيقولوه كفهم فيزيكس يعني. اوكي ولكن الحاجات دي كلها ليها اثبات رياضي بيعتمد طبعا على شرودينجر ايكويشنز والاثبات الرياضي ده احنا هنقول يعني النتيجة النهائية خالص بتاعته دلوقتي لما هتكلم على البريل وينزونز. اوكي ولكن اخر حاجة بنقولها في الجزء بتاع الفيزيكس
هو ان الكلام ده بيتشرح باسلوب تاني بسيط جدا، ناس كتير قوي بتشرحه باسلوب بسيط واسلوب لطيف وكل حاجه، يعني هو بس بيكون مش مقنع لبعض الناس، بس هو اسلوب لطيف. ان هو بيقول لك ان انا عندي حاجه اسمها باولي اكسكلوجن برينسيبل، برينسيبل معروف وايه ومثبت يعني وبيتحقق دايما، ان each quantum state is occupied by one electron. فبيقول لك بمنتهى البساطه ان انت لما بتقرب تو اتومز من بعض ماشي، فبيبقى في تو الكترونز عايزين يتواجدوا في نفس الكوانتم ستيت او في نفس الانرجي ليفل، وده مش ايه مش 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 ماشي مع باولي اكسكلوجن برينسيبل، علشان كده بيحصل سبليتنج للانرجي ليفل ده لاكتر من ليفل علشان يبقى في الاخر كل الكترون موجود في كوانتم ستيت. الكلام ده احنا كنا بنقوله اللي هو لو تفتكروا كنا بنقول ان كل اوربيتال بيبقى فيه تو الكترونز على الاكتر اللي هما بيلفوا عكس بعض في الاوربيتال ده. لما تيجي تقرب بقى التو اتومز من بعض، فباولي اكسكلوجن برينسيبل يقول لك لا معلش ما ينفعش التو الكترونز يبقوا موجودين في نفس الانرجي، فعشان كده هعمل سبليتنج للانرجي ليفل. تمام، فده اسلوب بسيط جدا بتفهم بيه موضوع السبليتنج. وفي الاسلوب اللي احنا قلناه في الاول ده اللي هو ايه اللي هو بيعتمد ان بيحصل فورسز ما بين الالكترونز في الاتومز المختلفه وهكذا. اوكي طيب، عشان برضو اكمل الحته دي قبل ما اسمع لو فيها اي اسئله، ان هو طيب احنا كنا بنقول بقى ان من شويه ايه موضوع ان انا ههتم بان 3 ده او ان 3 اللي انا كنت رسمه تحت ده، ان احنا في الاخر قال لك اللي يهمني هي الفالنس الكترونز اللي انا اتكلمت عليها في الاول. ليه؟ لان الالكترونز دي هي اللي بتانتراكت مع العالم الخارجي، يعني هي دي اللي هحس بيها بعد كده في الديفايس، هي اللي هتمشي لي كارنت، هي يعني هي اللي هتعمل لي فري كاريرز تمشي كارنت، هي اللي هتتحكم لي في الكوندكتيفيتي بتاعه الماتيريال، في الريزستيفيتي بتاعتها، في الكاركترستكس المختلفه. فانا اللي يهمني في الاخر هي الفالنس الكترونز، هي اللي هتنتراكت معايا. الالكترونز الثانيه اللي هي بوندد للاتومز دي للنيوكليوس سوري جوه الاتومز مش هتاثر معايا قوي. فعلشان كده احنا مهتمين مينلي بالاوتر موست شيل ده اللي هو فيه الفالنس الكترونز. تمام، فلما جينا بصينا بقى على الاوتر موست شيل ده بصه كده حلوه، لقينا ان هو ات زيرو كلفن، تمام ات زيرو كلفن بيكون كل الالكترونز موجوده في يعني في ليفل معين، ما بتعديش انرجي ليفل معين. اوكي، او موجوده في باند معين فما بتعديش انرجي ليفل معين، فسمينا الباند ده فالنس باند، وسمينا اعلى انرجي ليفل موجود في الفالنس باند ده سميناه اي في. يعني الفالنس باند ده هو الباند اللي بتتواجد فيه كل الفالنس الكترونز اللي موجوده في الاوتر موست شيل عند الزيرو كلفن. عند الزيرو كلفن ده يعني لما ما يبقاش عندها اي انرجي، ماشي؟ ما هي الانرجي ابسط صور الانرجي هي الثيرمال انرجي. تمام، فات زيرو كلفن ده معناها يعني ان انت ما عندكش ثيرمال انرجي خالص، ماشي؟ كي تي سكوير ده على 2 او 3 على 2 كي تي سكوير ماشي بزيرو، تمام، اللي هي الثيرمال انرجي. فعلشان كده انت ما عندكش اي انرجي، تمام، فالالكترونز لقوا ان هي لو ما عندهاش انرجي بتكون متواجده كلها في باند معين ما بتعديش انرجي ليفل معين اللي هو ايه هنسميه الاي في. اوكي طيب، وبعد كده لقينا ان بعد الانرجي ليفل اللي هو اسمه الاي في ده بلاقي جاب، ماشي، بلاقي حته كده ماشي اللي هي اي جي دي جاب ما بيتواجدش فيها الالكترونز خالص. تمام، امال يعني امال امتى يعني تخرج من الفالنس باند ده؟ لما تحصل على انرجي معينه اكبر من الجاب ده، لقيناها ان هي بقى بتطلع من الفالنس باند وتروح لباند فوق سميناه الكوندكشن باند، ولما بتتواجد في الكوندكشن باند ده بقى بتكون يعني فري تو موف جوه الماتيريال. اوكي، فعلشان كده احنا يعني قسمنا الباند اللي هو الاخراني ده لو فيه الفالنس الكترونز الفالنس باند ده اللي بيكون فيلد ات زيرو كلفن والكوندكشن باند، وسمينا الاعلى انرجي ليفل موجود في الفالنس باند اي في. اي في ده اللي هو اعلى انرجي ليفل موجود في الفالنس باند، وسمينا اقل انرجي ليفل موجود في الكوندكشن باند اي سي. اوكي طيب، ناقص لي حاجه بس واحده في الرسمه دي اللي هي ال 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 ايه موضوع الاي جي ده. تمام، سوري اسف، ايه موضوع الاي نوت؟ الاي نوت ان هو بيقول لك ان انت يعني لما بنيجي نرسم الرسمه دي فهو احنا الاتومز امتى يعني تتواجد في الاكوليبريم جوه الكريستال. تمام، بتتواجد لما الفورسز اللي عليها المختلفه دي تتعادل. اوكي، هما يعني يسموا اللاتس كونستانت اللي هتتواجد فيه الاتومز جوه الكريستال اللي هو هيبقى عنده كل الفورسز اللي عليها متعادله الاتراكشن والريبولشن والحاجات دي، فهي في حاله اكوليبريم سموه اللاتس الاكوليبريم لاتس كونستانت. وهو ده اللي الرسمه دي مرسومه عنده، يعني هو بيقول لك طبعا الرسومات دي كلها سكيماتيك يعني تعبيريه، يعني
تمام. بس هي بتقول لك يعني ان انت بيبقى في كوليبريم لاتس كونستنت معين. احنا هنا خد بالك الاكس اكسس هو اللاتس كونستنت او المسافه بين الاتومز، المينيمم ديستنس ما بين الاتومز. فبنلاقي ان احنا ايه طول ما هي هتفضل تقل تقل لغايه ما بنوصل لايه لنقطه معينه هي اللي عندها الايكوليبريم، وهي دي اللي انا بعرف عندها الكوندكشن باند والفيرنس باند الاي سي الاي في والاي جي اللي ما بينها. تمام. قبل بس ما اتكلم على الهول ده، اكيد في ناس عندها اسئله في الجزء اللي فات، خلينا نشوف كده مين عنده اسئله. محمد حمدي اتفضل. باشمهندس معلش، اللي هو الكيرف اللي هو فيه الانرجي ليفلز عامل لها فيها سبليتنج ده اللي هي كان فوق شويه. اللي هو الكيرف ده. اتفضل. الشاشه لسه ما جاتليش. طب انا كان سؤالي يعني ليه بيحصل مثلا للانرجي ليفل اللي هو الاولاني سبليتنج عند ايه مختلف عند عند السبليتنج بتاع الانرجي الثاني عند السبليتنج بتاع الانرجي الثالث؟ يعني الانرجي ليفل الثالث عند ايه اكبر هي الفكره في اتنين بيبقى الفكره ان انت دلوقتي الالكترونز اللي هي اللي عند انرجي ليفل عالي دي بتكون اقل الكترونز مرتبطه بالنيوكليوس بتاعتها بوندد يعني، تمام، او دي عندها اعلى انرجي تقدر ان هي تجيت فري من الاتوم بتاعتها بسهوله اكتر. فعلشان كده هي اول اتوم اول قصدي الكترونز بتنتر اكت مع الاتومز الثانيه، تمام، او بيظهر عليها تاثير الانتراكشن مع الاتومز الثانيه. هي دي الفكره بس، يعني ان انت دلوقتي الالكترونز دي هي بره يعني مش بوندد للنيوكليوس قوي، تمام، فبالتالي لما هتيجي بقى انت تقرب الاتومز من بعض طبيعي ان الالكترونز اللي بره تنتراكت مع بعض قبل الالكترونز اللي جوه اللي عندها انرجي ليفل اللي موجوده في انرجي ليفل اقل. فعلشان كده بيحصل السبليتنج فوق عند مسافه اكبر. تمام 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 تمام. ما شاء الله مش حد عنده اسئله. جميل جدا. الحته دي عاده بيطلع فيها اسئله. طيب حلو. اذا نكمل. اللي كنا بنقوله بقى هنا، تمام، ان انت الكوندكشن باند ده هو الباند اللي هو بتطلع له الالكترونز لما تحصل على انرجي معينه اكبر من الانرجي جاب فبتجيت فري يعني. اوكي، هنا بس بنintroduce كونسبت مهم قوي انتوا عارفينه اكيد اللي هو بتاع الهول، تمام، ان هو بيقول لك ان انت لما بيطلع الكترون للكوندكشن باند فهو كده ايه بيتحرر. يعني ايه بيتحرر؟ يعني هو بيكون فري تو موف شويه في الماتيريال، ماشي، فري تو موف شويه في الماتيريال، وبالتالي بقى هيبقى بيموف بطريقه معينه وهكذا. ده هنتكلم عليها في الجزء بتاع الكارير داينامكس، هنقول بقى ان هو ازاي هيموف بطريقه معينه، ازاي هنعرف بيه الكوندكتيفيتي، ازاي هيمشي كارنت، انواع الكارنت وهكذا. انما اللي عايزين نقوله دلوقتي ان هو لما بيطلع بقى ده، ماشي، وانا بقول ان انا بقى عندي فري كارير اللي هو اسمه الالكترون، بيبقى عندي في المقابل في الفيلنس باند بقول ان انا بقى عندي فري كارير تاني اللي هو اسمه الهول، تمام. ف وبقول ان انا اللي حصل لي دلوقتي حاجه اسمها الكترون هول بير، ان انا لما بقى عندي فري الكترون في الكوندكشن باند بقى عندي قصاده فري كارير تاني اسمه هول في الفالنس باند، وده هيمشي في الماتيريال ويعمل لي كارنت، وده برده هيمشي في الماتيريال ويعمل لي كارنت، تمام. طيب فايه الهول ده بقى؟ المفروض ان احنا بنتكلم ان الالكترون لما طلع ساب مكانه فراغ، فازاي احنا بنقول على الفراغ ده ان هو بارتكل وهيمشي ويعمل كارنت وهكذا؟ فدي بتاعي اللي جابت السؤال ده عند حد منكم، يعني ممكن حد كده يرفع ايده ويقول لنا عشان ايه نبقى بنتكلم سوا. حد يا جماعه يقول لنا الكونسبت بتاع الهول، يعني ازاي فراغ بعتبره بارتكل؟ اتفضل يا في حد رفع ايده ازاي؟ اتفضل يا محمد. هو الهول يعني الديفينيشن بتاعه او يعني اللي هو حركته بتبين ان في الكترون ساب يعني ساب مكانه، كل ما الكترون ما يسيب مكانه ويطلع يملى هول تاني، فمعنى كده ان الهول يعني لو افترضنا مثلا ان الالكترونز بتطلع لفوق فمعناها في نفس الوقت ان في هولز بتتحرك يعني لتحت، بحيث ان هي ايه يعني الفراغ اكنه بينزل يعني بيتحرك عكس الالكترون، او بيبين ان في الكترون يعني في الكترون ساب مكانه ومشي. تمام. طيب قول كده يا عصام. محمد عصام. اتفضل يا محمد، انا انت رافع ايدك.
أنا مش سامعك يا محمد، ممكن تبقى بتتكلم وأنا مش سامع. طيب عموما يعني ال ماشي خلاص. الصوت مش طالع يا عصام. المهم يعني اللي بنقوله ان الهول ده ماشي، هو فيه جزء من الكلام صح اللي قاله حمدي، ان هو فيه الكترون ساب مكانه فبقى فيه فراغ. هي الفكره ان احنا بنقول ان الفراغ ده بارتكل ليه، لان هو الفراغ ده لما تساب فيه الكترونز تانية ابتدت تتحرك علشان تملاه. اوكي، فحركه الالكترونز دي، حركة الإلكترون في اتجاه معين تكافئ بالظبط حركة الفراغ ده في الاتجاه المقابل. دايما برضو بنعمل لها أنالوجي بمثال بسيط كده اللي هي صفوف المصلين. دي بتبين قوي الموضوع ده، ان انت لو في واحد خرج برا المصلين اللي هو الإلكترون اللي راح الكوندكشن باند، فالمصلين بيبتدوا يملوا الفراغ ده. فلو انت دلوقتي واحد واقف ورا خالص في اخر الجامع وتبص، فهتلاقي ان الفراغ ده كأنه بيتحرك في الاتجاه عكس حركة ايه، حركة المصلين اللي بيملوا الفراغ. فيبقى اذا الفراغ ده بيتحرك وبيتحرك بسرعه معينه، هي اكشوالي حركه الالكترونز. ماشي، اي نعم. بس انا كواحد بيبص على الموقف من بره انا شايف كان الفراغ ده بيتحرك، فعلشان كده انا ايه برمز له بارتكل ليه سرعه معينه هيعمل لي كارنت وهكذا. فدي بس ايه دي الكونسبت، عشان لو حد بس عنده ايه عنده مشكله فيها شويه، اللي هو ليه بعتبر الفراغ ده بارتكل. نيجي بقى على الجزء اللي بعد كده اللي هو بتاع الديسبرشن كيرف او الاي كي دايجرام. تمام، طيب فايه بقى موضوع الاي كي دايجرام ده؟ ان احنا واحنا بندرس الفيزيكس بتاعه السيمي كوندكتور برضو، تمام، فمفروض ان احنا ومن خلال الكوانتم ميكانكس، فالمفروض ان احنا قلنا كلام حلو قوي كفيزيكس، تمام، ولكن احنا عايزين نعبر عنه برضو ايه ماثيماتيكالي. احنا قلنا ان في عندي energy bands والالكترونز بتكون متواجده في energy levels معينه. طب ايه الenergy levels المعينه دي؟ تمام، عايز احلها بقى ماثيماتيكالي واوصل. تمام، فقال لك ان انت في الكوانتم كان ليها طبعا اربع اعمده كده معروفين، اللي هو دي الويف بارتكل دواليتي واللي هي عبر عنها دي برولي ويف لينث، والانسرتينيتي برينسيبل، وشرودنجر ايكويشن، حاجه رابعه مش فاكرها. بس المهم يعني ان احنا من الكلام اللي احنا فاكرينه في المودرن فيزيكس ان احنا عندنا حاجه معروفه جدا هي الويف بارتكل دواليتي، ان اي بارتكل من اللي احنا بنتكلم عليهم دول سواء الالكترون سواء تمام، فسواء الالكترونز او سواء اي حاجه تانية، اسمه ده فالبارتكلز دي بيكون المفروض في ويف اسوشيتد معاها بتتحرك معاها، ده اللي احنا بنسميه الويف بارتكل دواليتي. اوكي، وبرده الويف دي يعني انت ما تقدرش ان انت تبص للالكترون ده لا على انه بارتكل سورف ولا على انه ايه ويف سورف، لازم تبص من الناحيتين. تمام، فاحنا بنقول ان لو بصينا عليه من الناحيتين، فجي دي برولي قال لك ان انت المومنتم بتاع البارتكل مش بتساوي ام في. تمام، انا بقول لك بقى ان هي كمان بتساوي اتش على لامدا، بحيث ان حيث يعني ان اللامدا دي هي الويف لينث بتاعه الويف الاسوشيتد مع البارتكل ده. يعني لو انا عندي بارتكل بماس ام حرك بسرعه في، فهيبقى في ويف اسوشيتد معاها ليه ويف لينث معين، بحيث ان المومنتم يبقى بيساوي ام في في بيساوي اتش على لامدا، اللي هي اتش على 2 باي في 2 باي على لامدا، اللي هي اتش بار في كي. تمام، الكي ده هو الويف نمبر، مش بنسميه الويف نمبر، اللي هو بيبقى 2 باي على اللامدا اللي احنا عرفناها دلوقتي دي. وزي ما نقول كده هي بتبقى ال اتش بار في كي ال ايه، والاتش بار دي هي اتش على 2 باي، هو كونستنت اتش ده طبعا هو بلانكس كونستنت اللي رقم معين، فبقى لما اتقسم على 2 باي بقى برده كونستنت سميناها اتش بار. اوكي، طيب ساعتها بقى هيبقى الانرجي بتاعه الالكترون اللي احنا بنتكلم عليه ده او البارتكل ده، فبتساوي برده نص ام في سكوير، اللي هي في نص في سكوير على ام، تمام، في هي ام في اللي هي تبقى اتش بار كي سكويرد كي سكويرد على 2 ام. فيبقى اذا انا عرفت دلوقتي ان الانرجي بتاعه البارتكل ده او بتاعه الفري الكترون بتتناسب مع المومنتم بتاعه او الكي اللي هو الويف نمبر، هما الاثنين الكي والبي الاثنين يعني متناسبين مع بعض بكونستنت اللي هو الاتش بار، فالاي بتتناسب معاهم هما الاثنين. العلاقة قصدي ما بينهم هي علاقة ايه بارابوليك، ان الاي تتناسب مع كي سكوير.
اوكي فليه بتتناسب مع كي سكويرد، علشان كده بنرسم بقى الشكل ده. وبنقول ان عند النقطه بقى اللي هي عندها البي ب 0 او الكي ب 0، النقطه دي بيكون عندها الكاينتيك انرجي ب 0، لان انت معنى ان البي ب 0 يعني الكاينتيك انرجي ب 0، فبالتالي بيبقى التوتال انرجي هي بوتنشال انرجي. يعني انا بقول على لو بص لو 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 هنا الايكويشن اللي انا كاتبها بتاعت الاي دي دي بتاعت كاينتيك انرجي صح ماشي، فاحنا بنقول ان هو عند الكي ب 0 او البي ب 0 هيبقى الكاينتيك انرجي ب 0. انتوا عارفين ان الاي دي ريليتيف طبعا ماشي، الانرجي دي حاجه ريليتيف، انت بتاخد ريفرنس معين وبتحسب وبتريفير اي انرجي ليه يعني. فاحنا بنقول هنا ان التوتال انرجي بتاعتك بتكون بقى بوتنشال انرجي على حسب الريفرنس بتاعك اللي انت اوكي، ما بيبقاش فيه كاينتيك انرجي بس بيبقى فيه عشان بيبقى فيه بوتنشال انرجي بس. اوكي ده كده برضو كلام في الفري الكترون. طيب في السوليد كريستال بقى ماشي، في السوليد كريستال قال لك علشان علشان يحلوا السيتويشن يعني في السوليد كريستال دي ماثيماتيكالي عن طريق برضو شرودنجر ايكويشن، فهو شرودنجر ايكويشن بتحتاج ان انت تدخل له البوتنشال تمام. فجي موديل لطيف قوي اللي هو كرونينج بيني موديل، ده المفروض ان هو بيوري لك البوتنشال بتاع الالكترونز جوه البوتنشال قصدي اكروس السيمي كوندكتور ده او اكروس الكريستال ده هيكون متوزع شكله عامل ازاي تمام. وبعد كده خدوه حلوا بيه الانرجي تمام. الكرونيك بيني موديل ده انا عارف ان هو مش موجود في السلايدز، هو يعني انا هحطه بس كده علشان ده بس هيساعدني نفهم البريديستي اللي موجوده في الاي كي دايجرام اللي احنا اللي موجود في السلايدز تمام. فهي الفكره في ايه؟ الفكره ان انت لو جيت بصيت على البوتنشال جوه الكريستال هتلاقي ان انت الكريستال دي معناها اتوم وراها اتوم وراها اتوم وراها اتوم، والمسافات ما بينهم هي ايه اللي هي اللاتس كونستنت اوكي. فهو البوتنشال المفروض ان هو بيتناسب مع واحد على ار، دي حاجه يعني احنا عارفينها برضو للفري الكترون، البوتنشال بيتناسب مع واحد على ار، وبالتالي ار دي اللي هي الديستانس عن الاتوم. يعني كل ما الديستانس بتزيد ماشي، كل ما ايه كل ما بتبعد عن الاتوم كل ما بتلاقي ان البوتنشال بتاعك بيقرب من الزيرو اوكي. فانت دلوقتي كان المفروض ان البوتنشال بيكون يعني بينزل جدا كده عند الاتوم صح، فلما جيت حطيت كذا اتوم مع بعض فبقى في عندك هنا مينيمم وعندك هنا مينيمم ماشي، ومينيمم 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 وهكذا تمام، فكون لك الشكل ده تمام. انا حاسس ان انا ما شرحتهاش كويس، فعلشان كده بس انا هحاول اجيب بس الصوره من الريفرنس سريعا. ليه مش عارف اتحرك في اللابتوب كويس. ثانيه واحده هجيب لكم صوره بس من الريفرنس عشان ايه نحس ان احنا فاهمين بعض. انتوا شايفينها دلوقتي اظن، ليه ما انا عامل الحته دي حلوه قوي، دي الحته بتاعت البروبابيليتي دنسيتي فانكشن انا كنت بقولها من شويه اللي بتتداخل. ايوه هي دي تمام. هو بيقول لك ان في الفري الكترون الفي البوتنشال بيتناسب مع واحد على ار تمام، يعني لو الاتوم هنا فالمفروض ان البوتنشال بيكون عندك اقل حاجه تمام، وبعد كده بيزيد كده. فلما انت بقى بتجيب كذا اتوم جنب بعضها فهم بيتداخلوا فيبتدوا ايه يبتدوا يعملوا لك الشكل ده بس. فانا كنت عايز اوريكم الفيجر ده بس علشان ايه عشان نبقى فاهمين احنا بنقول ايه تمام. طيب فانت هنا البوتنشال بيكون قليل قوي تمام، وبياخد بقى ايه اللي انا عايز اطلع بس منه بالكرونينج بيني موديل ده، ان في عندي بيريودستي. الشكل بقى ايه؟ الشكل بقى بيريودي، يعني بدل ما كان في الفري الكترون هو مجرد ان هو بيتناسب مع واحد على ار كده خلاص تمام، لا الشكل هنا بقى بيريودي تمام، بقى عمال يتكرر كده بيريودك. ليه؟ علشان بقى عندي اتومز كل شويه بتقابلني اتوم ورا اتوم ورا اتوم بس. فهي دي الحته اللي انا كنت عايز اقولها هنا من كرونينج بيني موديل. يعني بقيت الرسمه هنا في حته هنا اللي هو ايه بقى، يعني الرسمه دي بتفهمك برضو حاجه لطيفه، ان هو بيقول لك ان الحتت دي اللي هي فيها البوتنشال بالمنظر ده دي حتت اللي فيها الكترونز بوندد للنيوكليس بتاعه الاتومز المختلفه تمام. بعد كده الجزء ده اللي هو الالكترونز بتكتسب انرجي معينه تخليها يعني تتحرر من النيوكليس دي
اوكي تتحرر من سيطره النيوكليس عليها، وبالتالي بتبقى فري تو موف اكروس الماتيريال، ودي الحته اللي احنا كنا بنسميها الكوندكشن باند. تمام. طيب لا لو ده بقى على الاطراف بتاعه الماتيريال، يعني لو افترضنا ان الماتيريال هي موجوده بس هي الخمسه اتومز دول، فعلى الاطراف بقى بتاعتها بنلاقي ان البوتنشال بيزيد كده قوي. تمام. فبحيث ان الالكترونز اللي بتكون عندها البوتنشال ده اللي هو على الاطراف دي اللي هي بتكون اتحررت من الماتيريال خالص. تمام. يعني الرسمه دي بتقول لك ان في جزء هنا ماشي، الالكترونز اللي في المنطقه دي اللي بتكون بوندد. تمام. في الفالنس باند لو خدت شويه انرجي تطلع للكوندكشن باند هنا، تبقى فري تو موف اكروس الماتيريال. لو خدت انرجي اعلى بقى اعلى واعلى ماشي، تقدر تتحرر خالص من الماتيريال، فبتطلع بقى كده ايه في الجزء البوتنشال اللي هو اللي على اليمين وعلى الشمال ده. تمام. ده اللي بيقوله لك كرونين بيني موديل، وان انا عايز اخد منه زي ما بنقول كده حته البريودستي اللي هي نتيجه الاتومز اللي بتتكرر دي. اوكي. فهو بيقول لك ان احنا هنا عندنا بريودستي ان سبيس، البريودستي دي هتندخل على طول لبريودستي في الكي سبيس اللي هو بقى ايه اللي هو عندكم والمفروض شرحته في المحاضره. تمام. اللي هو الاي كي دايجرام بقى او الديسبرشن كيرف اللي احنا بنقوله ده. تمام. الديسبرشن كيرف ده اللي هو ايه اللي هو اللي مرسوم لكم في السلايد طبعا، يعني الرسمه في السلايدز احسن، ممكن تبصوا عليها يعني من اللي هي احسن من المرسومه بالايد دي. بس هي كانت بيقول لك ان احنا لما بنيجي نرسم الاي اللي هي الانرجي مع الكي اللي هو بيعبر لي عن المومنتوم، اللي هو احنا سميناه ويف نمبر، بيعبر عن المومنتوم، وقارناه بالفري الكترون. تمام. لو لما تيجي تقارنه بالفري الكترون فهتلاقي ان في اختلاف مهم جدا. ايه هو؟ ان الفري الكترون كانت العلاقه بارابوليك. اوكي. الفري الكترون كانت العلاقه بارابوليك اللي هي العلاقه دي. تمام. لما دخلنا جوه السوليد كريستال بقت العلاقه بيريودك كده، عباره عن ايه؟ عباره عن ساين وكوزاين. تمام. عباره عن ساين وكوزاين. طيب دخلنا بقى يعني ازاي وصلنا للرسمه دي؟ وصلنا لها عن طريق ان احنا خدنا البوتنشال اللي موجود في كرونين بيني موديل ودخلناه على شرودنجر ايكويشن. مش بتاعتنا خالص، انا مش بتاعتك انت خالص كطالب اندر جراد اصلا. تمام. بس المهم ان احنا وصلنا للايه للشكل ده اللي هو الديسبرشن كيرف جوه السوليد كريستال الاي مع الكي. تمام. طيب الحته دي بقى بيجي فيها اسئله دايما دايما، في سؤال في الميد ترم ثابت كده، انت اكيد قبل الميد ترم هتبص على الترمات القديمه، بس دايما هيطلب منك انك انت ترسم الاي كي دايجرام بتاع الفري الكترون، ويعني ترسم او يجيب لك عليه مساله او حاجه زي كده، ان انت تعرف يعني الفرق ما بين الفري الكترون وما بين السوليد كريستال. ان في الفري الكترون احنا العلاقه بتاعتنا بارابوليك ما بين الاي والكي، انما في السوليد كريستال العلاقه بتكون ساين وكوزاين وفيها بيريودستي، والبيريودستي دي جايه من ان انا عندي اتومز بتتكرر، وبالتالي الانرجي عماله او البوتنشال اكتشلي عمال يقل ويزيد يقل ويزيد يقل ويزيد. لما خدنا الموضوع ده قلناه جاب لي انرجي اللي هي برضه لقيناها عماله بتقل وتزيد. اوكي. طيب احنا هنا البيريودستي دي زي ما بنقول جايه من بيريودستي موجوده في السبيس. تمام. ولكن احنا بنرسمها مع حاجه اسمها كي سبيس اللي هو بيكون يعني الكي ده بيتناسب مع الريسيبروكال بتاع السبيس. السبيس ده احنا كنا رسمين مع اللاتس كونستانت، يعني كان كل شويه بيحصل الموضوع بيتكرر بعد لاتس كونستانت. بعد ايه؟ بعد ايه؟ هنا بقينا نتكرر كل 2 باي على ايه. تمام. اللي هي حاجه بتتناسب مع الريسيبروكال بتاع الايه. تمام. انت طالما عندك يعني ريسيبروسيتي في الايه فاكيد هيبقى برضه مع قصدي بريدستي مع الايه فيبقى اكيد برضه مع الريسيبروكال بتاعها. اوكي. طيب بعد كده قال لك بقى ان انت طالما الموضوع كده بيكرر بيريودك، فانت ممكن تاخد بيريود تبقى هي بتتكرر بعد كده ماشي. فهو من هنا بقى عباره عن حاجه اسمها عباره يعني قال لك ان احنا اللي هنقسم البيريود اللي بتتكرر دي هنقسمها فيرست بريلوين زون سكند بريلوين زون وهكذا. وبعد كده عملوا reduced EK diagram ده اللي هو بيكون بس في first brilwin zone، وده الناس بترسمه وتكتفي بيه لان هم عارفين انه بيتكرر يمين وشمال. لما هو بيتكرر يمين وشمال فيبقى انا ممكن اخد first brilwin zone دي بس اكتفي بيها. في حاجة بقى طبعا مهمة هنا جدا جدا اتقالت، ايه هي؟ ان انا عندي لو جينا بصينا على البانز اللي عندي دي الاقي ان انا عندي first band second band third band وفي في النص ايه وفي في النص gap. دي مهمه قوي. الجاب دي احنا يعني جات لنا من الحل الرياضي. لو يعني بصيت على الحل الرياضي فتلاقي ان هو المعادلات ما بيبقاش ليها حل ماثيماتيكال سولوشن في المنطقه دي. تمام. وبالتالي الالكترونز ما ينفعش تتواجد في المنطقه دي. اوكي. ما بيبقاش ليها probability ان هي تتواجد هنا، عشان كده دي انرجي جاب موجوده ما بيتواجدش فيها الالكترونز. الباندز بقى الثانيه دي بيكون متواجد فيها عادي. تمام. طيب
دي الايكويشن بقى النهائيه للاي مع الكي. اوكي بنطلع بقى من الكلام اللي احنا بنقوله ده كله بكونسبت اللي هو الافكتيف ماس. قبل بس ما اقول الافكتيف ماس اسمع ثانيه لو في اسئله. اوكي ان شاء الله اتفضل. حمدي هو الوحيد اللي حاضر تقريبا. اتفضل يا عم. هو ليه دك ليه باشمهندس ال يعني الكي ال بتبقى البيريود باي اوفر ايه يعني كل باي اوفر يعني من البيريود بتبقى ما بين نيجاتيف باي اوفر ايه وباي اوفر ايه علشان احنا بنقول ان البيريود بتتكرر في السبيس كل ايه صح. تمام احنا لما بنرسم مع الكي فاحنا مجرد بنرسم مع 2 باي على ايه فاهمني كاننا غيرنا الاكسس اللي بنرسم عليه. تمام ما هي دي اللي يعني عشان كده اساسا قلت كروني بيني موديل عشان ايه يعني نفهم الحته البريديستي اللي في السبيس اللي هي خدناها وبقى بريديستي في في الديسبرشن كده. ماشي هبدا تاني. اوكي هو قله الاسئله ده يعني بيبقى مخيف شويه. بس مش مشكله يعني دي اول سيكشن. عادة يعني الناس بيبقى عندها أسئلة لو مركزة. طيب نكمل. فبناخد بقى الـ EK diagram أو dispersion curve ده ماشي بنعرف منه concept مهم جدا هو الـ effective mass. تمام فايه الـ effective mass دي؟ الـ effective mass يعني احنا هنقولها كconcept كده ماشي لوحدها بس بعد كده هنقول ان هي related جدا بالاي كي diagram. actually الناس يعني بتقول الاي كي diagram mainly علشان نفهم منه الافكتيف ماس. اوكي فهي ايه الافكتيف ماس من يعني لوحدها كده يعني هو قال لك ان التوتال فورس اللي موجوده على الالكترونز جوه الاتوم دي هي هتكون ايه ماشي هي هتنقسم لاكسترنال فورس وانترنال فورس. المفروض ان في اوريدي نتيجه الكريستال لاتس اللي موجوده والاتومز اللي موجوده جنب بعض دي المفروض ان الالكترونز دي بتاثر على بعضها بفورس معينه somehow جوه الماتيريال دي بنسميها الاف انترنال. طب ايه الاف اكسترنال دي؟ اي فورس خارجيه انت هتدخلها على الالكترونز دي او على الماتيريال من بره زي مثلا انت تابلاي عليها بوتنشال ديفرنس او الكتريك فيلد يعني فده اكسترنال فورس. تمام غير الانترنال فورس اللي موجوده جوه. تمام فعشان كده بنقول ان في عندي توتال فورس. تمام التوتال فورس على الالكترونز هتكون الجزئين دول مع بعض الاكسترنال فورس مع الانترنال فورس. تمام ومن قوانين الميكانكس العاديه بنقول ان اف بتساوي ام في اي. تمام ولكن هنا بقى احتاجنا في الالكترون نتيجه تواجد الانترنال فورسز دي ان احنا نعرف ماس جديده للالكترون هي نسميها الافكتيف ماس. ليه بقى؟ لان انت لما هتيجي تابلاي فورس على الالكترون ده تمام فنفترض ان انا هبلاي عليه في الفورس في الاتجاه اللي هو بوزيتيف اكس. اوكي فالطبيعي لو انت جايب اي حاجه لو انت الموبايل اللي في ايدك او اي حاجه قدامك هتبلاي عليها فورس في اتجاه بوزيتيف اكس فهي هتاكسلريت في اي اتجاه هتاكسلريت في الاتجاه اللي هو البوزيتيف اكس. تمام بالريليشن اللي هي يعني بثابت تناسب معين ما بين الاف والاي هو الكتله بتاعتها. تمام هو ده اكتوالي تعريف الكتله في العموم. الكتله هو ثابت التناسب ما بين الفورس اللي بتابلايها والاكسلريشن اللي بيكتسبها الجسم. طيب لو هتيجي بقى على الالكترون وهتابلاي عليه فورس معينه بالالكتريك فيلد مثلا معين فهتلاقي ان هو هيتحرك باكسلريشن مختلفه عن اللي انت تتوقعها بثابت التناسب اللي هو الايه الماس بتاعه الالكترون لوحدها. ده ليه؟ لان في انترنال فورسز جوه انت مش واخدها في اعتبارك ولكن انت من بره انت فعلا مش عايز تاخدها في اعتبارك. انت عايز يكون في يعني ثابت تناسب معين ما بين الفورس اللي انت بتابلايها من بره والاكسلريشن اللي هتكتسبها الالكترون او الهول يعني او البارتكل عموما اللي انت هتابلاي عليه الفورس دي. فهو ده اللي خلانا نعرف الافكتيف ماس. يبقى احنا كنا بنعرف ثابت تناسب ما بين الاكسترنال فورس اللي انت بتحطها والاكسلريشن اللي هيتحرك بيها الكارير ده سواء الكترون او هول. اوكي ده الغرض الاساسي من الافكتيف ماس. تمام وبتبان قوي اهميه الافكتيف ماس او يبان لك قوي الفرق ما بينها وما بين الماس العاديه ان الافكتيف ماس دي بتاخد قيمه بوزيتيف او نيجاتيف. يعني انت عمرك ما تتخيل ان في ماس بوزيتيف ماس نيجاتيف صح لاي جسم في الدنيا انما الافكتيف ماس ممكن تاخد قيمه بوزيتيف او نيجاتيف.
في حد عامل انميوت عامل يعني ماشي مش عارف في صوت طالع لو حد يا جماعه نسي المايك يقفله بس طيب فالمهم ان احنا اللي بنقوله هنا بيبان لك قوي ان الافكتيف ماس دي ممكن تاخد قيمه نيجاتيف تمام ده ليه لان انت هتتخيل ان انت هتابلاي عليها هتابلاي على الالكترون ده فورس في اتجاه بوزيتيف اكس ولكن الفورس دي اقل من الانترنال فورسز اللي عليه اصلا في اتجاه النيجاتيف اكس فممكن تلاقي ان انت بتابلاي عليه فورس في اتجاه بوزيتيف اكس وهو بيتحرك في اتجاه نيجاتيف اكس بالتالي بيبقى ثابت التناسب ما بين الفورس والاكسلريشن هنا نيجاتيف علشان كده الافكتيف ماس ده بتبقى نيجاتيف عادي يعني تمام يعني احنا ما نستغربش لو احنا لقينا الافكتيف ماس بوزيتيف او نيجاتيف ليه لان هي مختلفه تماما عن الماس العاديه اللي احنا نعرفها تمام حلو قوي فده اللي عرفنا الافكتيف ماس اصلا طيب بنجيبها بقى منين ان هو قال لك مش احنا من الاي كي دايجرام تمام ان احنا بنقول ان من الريليشن اللي احنا لسه قايلينها ما بين الاي والكي فلو جيت خدت بقى الديريفاتيف بقى هيبقى دي اي باي دي كي هو اتش بار بي على ام ماشي هنقول بقى هنا ام ستار ام ستار دي اللي هي الافكتيف ماس تمام هتلاقيني بقى ايه دايما بنعبر عن الام يعني بنحط ام ستار مش ام تمام اللي هي اتش بار سكويرد في كي على ام ستار اوكي الايكويشن دي اللي انا بقراها طب لو جيت اشتقيت كمان بقى اتش بار سكويرد على ام ستار بالتالي يبقى اذا الافكتيف ماس هي واحد على الافكتيف ماس بيتناسب مع المشتقه الثانيه للاي كي دايجرام ماشي علشان كده دي ايه دي القوه بتاعه الاي كي دايجرام او اهميته ان احنا بنعرف نستنتج منه الافكتيف ماس بتاع الايه بتاع الالكترونز دي تمام او هما الاثنين ريليتد لبعض يعني وده السؤال ده برضو اللي هو موجود دايما في امتحان الميد تيرم ماشي مش في الفاينل بس بيبقى موجود دايما في الميد تيرم اللي هو الـ انك انت ترسم الكيرفات دي يعني انت يبقى معاك الاي كي دايجرام تعرف تستنتج منها الافكتيف ماس بتاعت الالكترون فهو الكيرفات هتلاقيها بتتحرك كده ادي مثلا لو الاي نيجاتيف كوزاين تمام لو الاي واخده شكل كده نيجاتيف كوزاين تمام فانت هيبقى مطلوب منك انك انت ترسم الكيرفات دي اللي هي موجوده في السلايدز يعني من نيجاتيف واي على اي لباي على اي يعني هيبقى مطلوب منك انك انت ترسم الاي مع الكي في الفيرست بريلوين زون تمام من نيجاتيف واي على اي لباي على اي فهترسمها كده النيجاتيف كوزاين طيب لما اجي اشتق نيجاتيف كوزاين يطلع لي ساين تمام فدي اي باي دي كي هتقوم رسمها كده تطلع ساين برضو من نيجاتيف باي على اي باي على اي اشتق تاني فتطلع لك الساين دي تطلع الكوزاين تمام بالمنظر ده من نيجاتيف باي على اي باي على اي وبعد كده تاخد الريسيبروكال تقسم على بقى ماشي فطبعا النقط اللي هي عندها صفر دي هيبقى عندها الافكتيف ماس اللي هي واحد على هيبقى بانفينيتي تمام والقيمه الكبيره هتبقى صغيره والعكس وبالتالي هتلاقي الافكتيف ماس خد لك ايه خد المنظر ده تمام يعني الافكتيف ماس خد المنظر ده يبقى ده كده التعريف مهم جدا للافكتيف ماس ده والرسمه دي مهمه جدا الرسومات دي مهمه ان انت تبقى ترسمها بالاكس اكسس مظبوط يعني انا ما هطالب منك الاكس اكسس نيجاتيف باي على اي باي على اي والكلام ده والواي اكسس هتحتاجه لو هو ادالك فاليو يعني هو هنا ممكن يقول لك هي مش بتتناسب مع نيجاتيف كوزاين هي حاجه في نيجاتيف كوزاين فعشان كده انت هيبقى عندك بس شويه ارقام هترسمها يعني ومهم قوي انك انت تعرف يعني تقارن الكلام ده او تبين الفرق ما بينه وما بين الفري الكترون لو جينا عملنا نفس العمليه اللي احنا بنعملها دي مع الفري الكترون اللي هو جبنا الام من الاي فالاي اكتشوالي هناك بارابوليك صح يعني اكس سكوير ده مثلا لما هتيجي تشتقها تبقى 2 اكس تشتقها تاني تبقى اكس سوري تشتقها تاني تبقى 2 اللي هي كونستانت يعني تمام فتلاقي ان الافكتيف ماس مع الافكتيف ماس بيتناسب مع واحد على المشتقه الثانيه اللي هو واحد على كونستنت اللي هي كونستنت يبقى اذا الافكتيف ماس للالكترون هتبقى كونستنت بعكس الافكتيف ماس لكونستنت مع الكي تمام مع الويف نمبر بعكس الافكتيف ماس للالكترونز جوه السوليد كريستال لا مش كونستنت هي بتتغير بالشكل ده فزي ما بقول لكم السؤال ده موجود دايما في الامتحانات هتلاقوه يعني ان انت تقارن ما بين الافكتيف ماس لل الافكتيف ماس والديسبرشن كيرف الاي كي دايجرام تقارنهم هما الاثنين ما بين السوليد كريستال ما بين الالكترونز جوه اللاتس وما بين الفري الكترون ماشي عن طريق انك انت هنا دي ساين وكوزاين هناك بارابوليك بالتالي هنا لما بتقعد تشتق توصل في الاخر الافكتيف ماس متغيره انما هناك لما تشتق مرتين هتلاقي ان الافكتيف ماس بتاعتك ايه كونست ده ايه ده سؤال مهم وايه مش عايزين بقى حد ينقص فيه خالص طيب حلو قوي انا كده ناقص لي اخر بقى جزء في السكشن ان شاء الله اتفضل يا عمر عندك سؤال عمر علي
في الاول خالص اول جزء الافكتيف ماس. هو احنا ليه حاطين الافكتيف ماس في الترم بتاع الاكسترنال فورس مش الانترنال؟ ده الهدف بتاعي. يعني انت كان الهدف بتاعك ان انت لما تابلاي فورس من بره فريق الكتريك فيلد او حاجه تمام، الاف بتساوي نيجاتيف كيو في اي، يعني هي الاف بتتناسب مع الـ مع الالكتريك فيلد. يعني قصدي ان انت لما تابلاي الكتريك فيلد هيعمل لك فورس معينه، فانت عايز تعرف الفورس دي هتعمل اكسلريشن قد ايه. انا قصدي ان الاسرع نتيجه اللي احنا متوقعينها كان الانترنال فورس مش الاكسترنال، فليه ما خليناهاش مع الانترنال فورس؟ لا مش فاهم يعني ايه، يعني ايه متوقعينها ايه؟ يعني اللي اثر على النتيجه اللي احنا متوقعينها هي الانترنال فورس، فليه ما خدناش ان اكونت مع الانترنال فورس؟ انت عايز تاكسكلودها بقى، انت عايز تاكسكلودها هي تقريبا. يعني انت عايز تعملها، انت عايز تشيلها فاهم يعني. فهي الانترنال فورسز دي ماشي، تشيلها ازاي؟ عن طريق انك انت جبت بقى مش اشيلها، اخلي يعني اتيك انتو اكاونت الافكتيف ماس ده مع الاكسترنال فورس، مع الانترنال فورس مش الاكسترنال، ولا اصلا ما مش ده هي الافكتيف ماس دي بتيك انتو اكاونت الانترنال فورسز. حلو، هي لما بتيك انتو اكاونت الانترنال فورسز هتبقى بتتناسب مع الاكسترنال بس. هي خدت الانترنال فورسز دي بلعتها انت جوه الافكتيف ماس، بقيت انت بتتناسب مع الاكسترنال على طول. انت انا فهمت الكونسبت اللي في دماغك، هو صح، هي صح، انت بتاكونت فور الانترنال فورسز، بس انت لما عملت بقى اكونت فور الانترنال فورسز بقيت بتتناسب مع الاكسترنال، مش هتبقى بتتناسب. يعني كاني حولتها بارامتر الاكسترنال، يعني بارامتر اكسترنال. يعني هي بقت هي بتتناسب مع الاكسترنال فورس. تمام ماشي، شكرا يا باشمهندس. نيجي بقى على اخر جزء ده اللي هو الانرجي باند دايجرام. مش حد تاني رفع ايده؟ ما هو بقى الانرجي باند دايجرام ده؟ تمام، الانرجي باند دايجرام ده حاجه مهمه جدا 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 جدا. انا طول السنه نرسم في انرجي باند دايجرامز في ال devices المختلفه تمام، بس في الاول عايزين نعرف يعني ايه انرجي باند دايجرام اصلا. تمام، انرجي باند دايجرام ده معناه ان انا هرسم الانرجي اكروس الديستانس اللي موجوده في الماتيريال. تمام، يعني ايه هرسم الانرجي؟ ماشي، ما يعني الانرجي دي انا عندي ليفلز كتير جدا في الماتيريال، صح؟ قال لك انا في انرجي ليفلز معينه انا هرسمها مع الديستانس. الانرجي ليفلز دي اللي هي مهمه بالنسبه لي، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الاي سي والاي في مينلي يعني، وفي انرجي ليفلز ثانيه هتخش علينا. طب ايه الاي سي والاي في دول؟ نفتكر تاني، هما الاي سي هو المينيمم اوف كوندكشن باند، والاي في هو الماكسيمم اوف فالنس باند، صح؟ اعلى انرجي ليفل في الفالنس باند واقل انرجي ليفل في الكوندكشن باند، دول اللي يهموني قوي. تمام، قال لك دول بقى انا هرسمهم مع الديستانس، هو ده الانرجي باند دايجرام. طيب يبقى نفرق ما بينه وما بين الاي كي دايجرام. الاي كي دايجرام ده احنا خلاص عرفناه كويس قوي، وعرفنا ان انا باخد فيرست بريلوين زون، وعرفت ان انا بستفيد منه ان انا بعرف الافكتيف ماس، كل ده عرفناه كويس جدا. تمام، ولكن انا لما هاجي ارسم بقى هعمل ايه؟ انا هقوم شايفين هنا ده الاي سي وده الاي في، ده مينيمم صح؟ ده مينيمم. انا هقوم واخد النقطه دي اللي هي المينيمم دي وارسمها مع السبيس. يعني تخيل انا ماشي في عندي بقى اكسس تاني غير الكي ده بقى اللي هو السبيس اللي هو الاكس، اوكي؟ فانا هاخد المينيمم ده وارسمه ايه؟ وارسمه مع السبيس. تمام، فهو ده معنى الانرجي باند دايجرام، وده المطلوب مني دلوقتي. يبقى احنا عايزين نرسم الاي سي والاي في دول، هما الاثنين ارسمهم مع السبيس. تمام، فهتقول لي المفروض يعني المفروض خلاص يعني لو انا الاي سي والاي في ما هرسمهم مع السبيس، ماشي يا عم، اهو ادي الاي سي وادي الاي في وفي ما بينهم انرجي جاب، رسمه جميله جدا اهي. تمام، قال لك تمام، لو انا جايب ماتيريال كده لوحدها خالص وانا مش هابلاي عليها اي الكتريك فيلد ولا اي فورس، هي فعلا هيبقى الاي سي حاجه كده في السبيس والاي في برده حاجه في السبيس وما بينهم انرجي جاب، وشكرا على كده. وانا عارف ان في فوق الكترونز وفي تحت ايه يعني سوري في تحت الكترونز ممكن تطلع لفوق تبقى فوق فري، وفي تحت هولز وحاجات زي كده. تمام، فده بالظبط. تمام، انما لما هتابلاي بقى الكتريك فيلد، لما هتحط الكلام ده في ديفايس ده اللي هو هنبتدي بقى نحط ماتيريالز مختلفه جنب بعض وهكذا، ساعتها بقى الانرجي باند دايجرام هيبقى معقد اكتر، اوكي؟ وهو ده هدفنا بقى طول المنهج، لان الانرجي باند دايجرام ده تاخد منه انسايتس لا تتخيلها. كل الفيزكس بتاعت الديفايس ماشي ممكن تبقى انكلودد في الانرجي باند دايجرام ده، فعلشان كده يعني او نستنتجها منه. تمام، عشان كده الانرجي باند دايجرام ده مهم جدا،
تمام. طيب احنا بس دلوقتي هدفنا ان احنا نعرف هو ايه تعريفه خلاص عرفناه، وان احنا نعرف بس شويه حاجات ناخد بالنا منها طول الترم بقى، يعني هتفضل معانا طول الترم هنستفيد منها. تمام، ايه بقى الحاجات دي؟ ان انا دلوقتي لما هتابلاي الكتريك فيلد، تمام، لما هتابلاي الكتريك فيلد ايه اللي هيحصل للانرجي باند دايجرام؟ بنجيبها من الريليشن اللي هي بتاعه البروبرتيز اوف ماتيريال العاديه خالص بتاعت اعدادي هندسه، ان الالكتريك فيلد بيساوي نيجاتيف دي في باي دي اكس، اللي هو يبقى بيساوي 1 على كيو دي اي باي دي اكس، صح؟ ماشي، دي ريليشن معروفه جدا، تمام، ان الالكتريك فيلد هيبقى هو بيساوي نيجاتيف المشتقه بتاعه البوتنشال، تمام، اللي هي هتبقى بتساوي 1 على كيو دي اي باي دي اكس. تمام، وخليني بس هنا افرق ما بين حاجه بتحصل هنا، في مشكله هنا بتحصل للناس ساعات، ان ال V دي potential مش potential energy. هناك فرق ما بين ال V potential وال potential energy. potential ده voltage، ال potential energy دي energy بالجول عادي. اوكي، فاحنا بنقول ان ال electric field ده هو بيساوي negative V by dx بيساوي 1 على Q dE by dx. ال E دي اللي هي قد تكون potential وقد تكون kinetic، تمام. بس نفرق بس هنا ايه ما بين ال potential energy وبين ال potential. اوكي، طيب هنا بقى في ملحوظه مهمه. هو انا ليه بقول هنا ان انا النيجاتيف دي في باي دي اكس اللي هي تبقى، يعني ليه هنا حطيت اشاره؟ ليه قلت ان هي النيجاتيف دي اتشالت هنا؟ ليه حطيت نيجاتيف؟ والالكتريك يعني لحد هنا دي خلاص دي ريليشن معروفه، الالكتريك فيلد نيجاتيف دي في باي دي اكس، تمام، يعني بيتناسب مع نيجاتيف مشتقه البوتنشال. انما ليه هنا حطيت اشاره بقى؟ تمام، لان هو الانرجي هي يعني المفروض ان هي ممكن تبقى بتتناسب مع البوتنشال على طول، لان الاي بتساوي كيو في، ماشي، ده اللي انت عارفه طول عمرك، صح؟ ان انت بتقول الاي بتساوي كيو في، فواحد هيقول لي خلاص يبقى نيجاتيف دي في باي دي اكس تبقى نيجاتيف 1 على كيو دي اي باي دي اكس. ده ليه؟ لان الاي بتساوي كيو في، كلنا طول عمرنا عارفين الاي بتساوي كيو في. اقول لك اه تمام، هي الاي بتساوي كيو في، صح، وكنا بنحط الكيو دي باشارتها، يعني لو الكيو دي بوزيتيف يبقى الاي بتتناسب مع الفي، لو الكيو نيجاتيف فيبقى الاي بتتناسب مع نيجاتيف البوتنشال. تمام، انا هنا بقى وانا برسم بوتنشال انرجي، اسف سوري، وانا برسم انرجي باند دايجرام، وانا برسم انرجي باند دايجرام، انا هبقى الاكسس بتاعي اللي هو الفوق هو الالكترون انرجي. تمام، يعني لما انا باجي بقول ان ده انرجي باند دايجرام بتاعي البسيط خالص ده، تمام، فالانرجي اللي انا رسمه ده معناه ان الاي سي اعلى من الاي في، صح؟ هو اعلى من ناحيه ايه؟ اعلى من وجهه نظر الالكترون، ماشي، يعني الالكترون لما هيتواجد في اي سي، في الاي سي هيبقى ليه انرجي اعلى من وهو متواجد في الاي في، صح؟ يبقى انا كده بتكلم على الكترون انرجي، الاكسس بتاعي ده هو الكترون انرجي، تمام، يعني انا هتكلم، يعني اللي يهمني دايما هي الالكترون انرجي، وعشان كده انا حطيت اشاره ما بين البوتنشال، يعني ما بين، يعني حطيت اشاره هنا، فبقت الالكتريك فيلد بيتناسب دايركتلي مع الانرجي، تمام، او ان البوتنشال بيتناسب مع نيجاتيف الانرجي، ماشي، الاي بتساوي نيجاتيف كيو في. ده ليه؟ لان زي ما انا بقول كده الانرجي ان انا بتكلم على الكترون زي ما بقول كده. بس في صوت في دماغي لسه، اشوف مين الناس يعمل ميوت ده كده. ايوه كده حلو قوي. باشمهندس ممكن حضرتك تعمل ميوت اول؟ اه ما انا بدور عليها دي، ميوت اول دي بارتيسيبنتس. عمال يلا بص جهل السنين معلش يعني اعذروني. من اول الكورونا الاونلاين بتاعتي كلها يا جوجل ميت يا زوم، ما اتعملتش على تيمز قبل كده عشان كده يعني. فنرجع تاني الموضوع ان احنا دلوقتي اسمه ده الالكتريك فيلد، قلنا ان هو يبقى بيتناسب مع مشتقه الانرجي، او الانرجي بتتناسب مع تكامل الالكتريك فيلد، يعني من غير اشاره ما بينهم عشان الكلام اللي احنا بنقوله ده، علشان ان انا بتكلم على الالكترون. طيب فلما هتابلاي بقى الالكتريك فيلد مثلا ايه اللي هيحصل في الانرجي باند دايجرام؟ تمام، لو انت دلوقتي حطيت الالكتريك فيلد كونستانت فيبقى طبيعي الانرجي هتبقى لينير، صح؟ فبدل ما الانرجي كده لينير مع المسافه، سوري اسف، بدل ما الانرجي كانت كونستانت مع المسافه، الانرجي هتبقى ايه؟ هيبقى فيها تغير كده لينير، تمام، تغير في المنطقه اللي انت بتابلاي فيها الالكتريك فيلد، يعني الالكتريك فيلد لو في المسافه دي، تمام، فيبقى انت ايه، يبقى الانرجي هتتغير في الجزء ده برضه. نفس الكلام لو انت هتابلاي مثلا لينير الكتريك فيلد، يعني لو الالكتريك فيلد ده لينير
فساعتها هيبقى الانرجي ايه واخده شكل بارابوليك، يعني واخده شكل من الدرجه الثانيه كده يعني. تمام، فدي بس ايه شويه ثوابت كده بنعرف تبقى معاك علشان هنشتغل بقى عليها بعد كده. تمام، يبقى احنا ايه اللي عرفناه عن الانرجي باند دايجرام دلوقتي؟ ان هو ماشي لو انت ماتيريال لوحدها كده مش بتطلع عليها اي الكتريك فيلد فهيبقى كونستنت المنظر ده. لما تابلاي بقى الكتريك فيلد من بره، تابلاي بوتنشال يعني تحط بطاريه، تمام، فساعتها بطاريه او هيبقى فيه الكتريك فيلد بيلت ان، يعني زي ما هنقول في الديفايسز بعد كده. انتوا عارفين مصطلح بيلت ان ده في البي ان جنكشن، انا عارف. تمام، بس المهم ان هو الالكتريك فيلد ده هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك بيندنج في الانرجي صمها. اوكي تمام، سامعني يا جماعه؟ انتوا صح؟ طيب حلو. اخر حاجه بقى هقولها النهارده لا استنى، قبل اخر حاجه دي تمام، في هنا حاجه مهمه قوي اللي هو ايه بقى، بيقول لك طيب لو انا هابلاي الكتريك فيلد، فالالكتريك فيلد ده زي ما بنقول كده يعني فيكتور، يا بوزيتيف يا نيجاتيف. تمام، فلما نيجي نبص هنلاقي ان انا الالكتريك فيلد لما كان بوزيتيف، يعني لما كان في اتجاه بوزيتيف اكس. تمام، انت دايما عايزك تتخيل ان الاكس اكسس بتاعي هنا هو اكس، بس انا عمري ما هرسمه، هو الانرجي باند دايجرام كده. دي برضو من المعلومات اللي انا كنت عايز اقولها، ان احنا من هنا بنرسم الاي مع الديستانس زي ما بقول لك، صح؟ بس احنا ما بنرسمش الاكس اكسس، يعني خلاص هو الاكس اكسس احنا عارفينه ان هو الاكس فما بنرسموش يعني. اوكي، مش هتلاقيني عامل اكسس كده مسميه اكس يعني، ولا هتلاقيني عامل واي برضو مسميه اي اكتشلي. تمام، بس انت عارف ان احنا بنرسم اي مع الاكس، هو الانرجي باند دايجرام كده. اوكي، طيب الحاجه اللي بعد كده ان انا طيب لما جيت بقى هنا الالكتريك فيلد كان في اتجاه بوزيتيف اكس. تمام، فالانرجي لما جيت كملت حاجه بوزيتيف فطلعت لي ايه؟ طلعت لي يعني حاجه تزايديه بتزيد، يعني السلوب بوزيتيف، يعني ماشي السلوب بوزيتيف. تمام، هنا بقى من هنا بنقول حاجه مهمه جدا، ان الالكتريك فيلد دايما بيكون في اتجاه الانرجي الاعلى. طبعا انت دلوقتي واحد قاعد تقول لي يا عم انا ايه يعني، انا هستفيد ايه لما اعرف الانرجي بتتغير ازاي مع اتجاه الالكتريك فيلد؟ جاي اقول لك انت دلوقتي مش عارف انت هتستفيد ايه، لان انا فعلا لسه ما قلتش اي حاجه، بس انا بقول لك شويه حاجات كده خليها معاك اكتبها واحفظها كويس جدا عشان هتنفعنا جدا. تمام، قلت لك ان الالكتريك فيلد لما بابلاي بيحصل تغير في الانرجي، ده ليه؟ لان الانرجي هي تكامل الالكتريك فيلد. وقلت لك ان التغير ده بيبقى بحيث الالكتريك فيلد دايما في اتجاه الانرجي الاعلى، ده ليه؟ يعني لان انا بعد كده ههريك اسئله على الانرجي باند دايجرام، ان انا اسالك الالكتريك فيلد اتجاهه ايه وتغير الانرجي كده ازاي وده رايح فين وده جاي منين. فانت تبقى عارف من دلوقتي ان الالكتريك فيلد دايما في اتجاه الانرجي الاعلى. يعني لو انا خبيت لك الحته دي بتاعت الالكتريك فيلد وقلت لك الانرجي باند دايجرام بالمنظر ده، فيبقى الالكتريك فيلد في اتجاه بوزيتيف اكس ولا نيجاتيف اكس، انت مغمض تقول الانرجي الاعلى اهي، يبقى الالكتريك فيلد في اتجاه بوزيتيف اكس. تمام، فدي ايه، دي حاجه برده تخليها معاك. اخر حاجه بقى دي حاجه لينا احنا حلوه، ان احنا علشان يعني موجوده في ستريت مان، ان هو الراجل قال لك طيب انت علشان تبقى انت راجل فاهم الاي كي والاي اكس دول ايه العلاقه ما بينهم، يعني ايه الديسبرشن كيرف وان انا ارسم والانرجي باند دايجرام هو الاي مع الاكس العلاقه ما بينهم، فرسم لك الاثنين على بعض، عمل سوبر امبوز للاثنين على بعض علشان انت يعني تفهم وتستوعب وتنبسط. قال لك مثلا لو انا عندي انرجي باند دايجرام اي سي، ارسم فيه الاي سي والاي في زي ما احنا متفقين، وانا بابلاي الكتريك فيلد، فهيبقى خلاص هو انا بابلاي الكتريك فيلد في المنطقه دي مثلا في السبيس، فهيبقى فيها تغير كده لينير، وهنا كونستنت وهنا كونستنت. تمام، فلو انا بقى عايز احس بالاي كي دايجرام عليه، فهو اكتشلي ان انت ممكن ترسم الاي كي دايجرام ده عند اي نقطه. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا ان الاي سي ده هو المينيمم تمام، والاي في هو الماكس المينيمم بتاع الكوندكشن يعني، والاي في هو الماكسيمم بتاع الفالنس، صح؟ تمام، فهنا قال لك ان انت لو جيت ترسم مثلا هنا تمام الاي كي، فهتلاقي ان انت مثلا عند النقطه دي ممكن تقوم راسمها كده، الاي كي عند النقطه دي تقوم راسمها كده، اللي هي البريلوين زونز. تمام، مش دي الاي سي؟ ماشي، اهي هي دي. تمام، فهي دي هي اللي انا ايه ممكن ارسمها هنا على الانرجي باند دايجرام ده علشان انت تحس يعني بالعلاقه ما بينهم هما الاثنين. لما تنخدعش هنا مثلا تقول ان دي بارابوليك. تمام، لا يعني بس معلش هي مرسومه كده بس هي مش بارابوليك، اتفقنا بقى ان احنا ايه ساين وكوزاين يعني. فدي حاجه. طيب بيقول الرسمه دي بيقول لك بقى فيها حاجات حلوه قوي. تمام، بيقول لك ان انا بعرف منها كذا حاجه. تمام، اول حاجه ان زي ما انا بقول ان الالكترون انرجي اتجاه زيادتها لفوق، فانا هقول لك يبقى اذا الهول انرجي اتجاه زيادتها لتحت،
صح؟ مش هما الاثنين الشارة ما بينهم مختلفة؟ اوكي، بمعنى ان الالكترون يعني لو انا هنا على الاي كي دياجرام ده، تمام، فالالكترون اللي هو هنا مثلا، الالكترون ده، الالكترون اللي انا بعلم عليه ده، تمام، ده ليه انرجي اعلى من الالكترون اللي هنا، تمام. الهول العكس، لو في هول تحت هنا هيبقى الهول اللي تحت دي الانرجي بتاعتها اعلى من الهول اللي فوق. اوكي، فدي نقطه مهمه قوي، ان الهول انرجي اتجاه زيادتها لتحت، يعني لو في هول هنا تحت يبقى دي الانرجي بتاعتها اعلى، لو في الكترون فوق يبقى ده الانرجي بتاعته اعلى. طب دي حاجه حلوه قوي. عرفنا ايه تاني؟ قال لك ان احنا كنت انا لسه قايل لك من شويه حاجه مهمه قوي، ان عند النقط اللي هي فيها اللي هي الاي سي دي والاي في، اللي هي عندها بقى او الكي بزيرو، قلت لك ان هي عندها الكاينتيك انرجي بزيرو، تمام، الكاينتيك انرجي بزيرو، تمام. فيبقى انا دلوقتي لو جيت شاورت لك على اي الكترون هنا عند الاي سي او اي هول عند الاي في، ما انا فوق هنا بتكلم على الكترونز، تحت بتكلم على هولز. فلو جيت كلمتك على اي الكترون هنا عند الاي سي او اي هول عند الاي في وقلت لك الكاينتيك انرجي بتاعته بكام، تقول لي ايه؟ تقول لي زيرو. التوتال انرجي عند لاي الكترون هنا او هول هنا هي بوتنشال انرجي بس، ماشي. طيب امتى يبقى الالكترون ليه كاينتيك انرجي؟ الالكترون ده، شايفين الالكترون ده ليه كاينتيك انرجي، تمام، انما ده كاينتيك انرجي بتاعته بزيرو، ده كاينتيك انرجي بتاعته بزيرو، ده ليه كاينتيك انرجي، تمام. طيب وقيمه الكاينتيك انرجي بتاعته هي ايه؟ هي قيمه بعده عن الاي سي، يعني اكيد طبعا دي منطقيه، يعني هو لو جينا تخيلنا ان ده في واي اكسس كده هي الانرجي، تمام، في واي اكسس هي الانرجي، فهنقول ان انا هنا الالكترون ده، تمام، ليه كاينتيك انرجي ببعده ده، البعد ده، تمام، دي قيمه الكاينتيك انرجي بتاعته. الكلام ده كله هنستفيد منه، هنسالك وهيبقى موجود في اسئله وهيبقى موجود في الديفايسز اللي جايه، فدي بيزكس يعني اساسيات كده تكون معاك. اخر حاجه بقى برضو للاستمتاع، يعني ان هو بيقول لك ان انت بقى لما يعني كاتب لك كده، بيقول لك ان انت لما بتابلاي الكتريك فيلد مثلا هنا، فانت الالكترون وفي الكترون هنا مثلا عند النقطه دي، بيقول لك ان انت لما بتابلاي الكتريك فيلد فالمفروض ان انت بتدي انرجي للالكترون دي بيكتسبها في صوره كاينتيك انرجي، فهو ان احنا هيتحرك عكس اتجاه الالكتريك فيلد، لان الفورس بتبقى بتساوي ايه؟ بتبقى بتتناسب مع نيجاتيف الالكتريك فيلد للالكترون عشان الاشاره بتاعته يعني، تمام. فالالكترون هيتحرك في الاتجاه ده، تمام، فيجي هنا كده، يبقى لما هو اتحرك في الاتجاه ده بعد عن الاي سي، فلما بعد عن الاي سي بقى ايه؟ بقى ليه كاينتيك انرجي. يعني انت عايز تربط لي بقى هنا كده ربطه حلوه قوي، تمام. يبقى انا لما حطيت الكتريك فيلد بقى عندي بيندنج في الانرجي، صح، بقى عندي بيندنج في الانرجي. لما بقى عندي بيندنج في الانرجي الالكترون هيتحرك في الاتجاه اللي عكس الالكتريك فيلد، ونتيجه ان في بيندنج بعد هو عن الاي سي، فبقت هي دي قيمه الكاينتيك انرجي بتاعته، تمام. دي حته بقى ايه؟ ممتعه جدا، تمام، يعني هي دي ايه للمتعه فقط، مش فقط لا ولا حاجه، طبعا المعلومات دي في المنهج يعني مهمه، انا بس يعني في حاجات كده لذيذه، ان هو هنا الالكتريك فيلد عمل لي بيندنج في الانرجي، تمام، لما عمل لي بيندنج في الانرجي، فبقى لما الالكترون بيتحرك كده عكس اتجاه الالكتريك فيلد بقى ليه كاينتيك انرجي، ماشي، بالقيمه دي. عشان كده كنت بقول لك من شويه ان الانرجي فان دايجرام ده بيفهمنا كل حاجه في الفيزكس بتاعه الماتيريالز والديفايسز يعني، تمام، لان هو يعني بيربط لنا حاجات لذيذه قوي ببعض. طيب فالرسمه الاخرانيه دي، الرسمه الاخرانيه دي زي ما بقول لكم مش يعني السوبر امبوز، دي ممكن ما تلاقيهاش في السلايدز، ولكن المعلومات اللي انا قلتها عليها مهمه قوي، ماشي، يعني يهمني ثلاث معلومات دلوقتي، ان الالكتريك فيلد دايما في اتجاه الانرجي، معلش، ان الالكتريك فيلد دايما في اتجاه الانرجي الاعلى، تمام، ان الالكترون انرجي اتجاه زيادتها لفوق والهول انرجي اتجاه زيادتها لتحت، وحته ان الكاينتيك انرجي بزيرو عند الاي سي والاي في، دي برضو ايه؟ دي برضو مهمه قوي، الحاجات دي هتفيدنا دايما في الاسئله بعد كده يعني. طيب انا كده خلصت شرح، المفروض ان اسمع اسئلتكم بقى ونقفل يعني، لو حد عنده سؤال. انا ممكن النهارده شرحت كونتنت زياده شويه. الفكره في ايه؟ الفكره ان الوقت السكشن ده كان هو كنت بكتب فيه الكلام كله اللي احنا شايفينه مكتوب اصلا، طبعا الكتابه توفر وقتها، بس هو يعني خلاص طبعا معنا فرصة ان احنا نقول يعني نفرش فرشة حلو، ماشي، فهو نفرشها يعني
وبعد كده الكلام ده كده كده هيتعاد تاني. باشمهندس. مين اللي بيتكلم؟ اتفضل. ايوه انا فهمت الحته بتاعت بس انا عايز اعرف ليه الالكترون يخبط في اول في الاي كي كيرف اللي جنبه ده على طول، ما ممكن يبقى فيه كذا اي كي كيرف جنبه صح، اللي هي البندنج دي. دي ده سؤال حلو. تمام، هي الفكره ان هو اللي بيحصل هو لما بيكتسب كاينتيك انرجي بيتحرك كده، فهو ايفينشوالي بيخبط في 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 بارتكل تاني موجود جوه الماتيريال، والخبطه دي بتبقى نتيجه حاجه اسمها سكاترنج. الكلام ده احنا السكاترنج ده هنتعرف عليه، ممكن تكونوا سمعتوه في المحاضره يعني. تمام، فالسكاترنج ده هو اللي بيخليه يفقد الانرجي بتاعته دي وينزل تاني، يعني يفقد الكاينتيك انرجي اللي هو اكتسبها وينزل تاني للاي سي. تمام، فهو دي رسمه يعني تعبيريه ان هو اتحرك شويه وبعد كده خبط ونزل. تمام، هو eventually يعني هيخبط وينزل. اوكي، يعني مش شرط شرط هنا يعني، بس هو ده اللي بيحصل جوه يعني. تمام، شكرا. لو سمحت يا باشمهندس، هو كده الالكترون هيطلع فوتون يعني عشان يسيب الطاقه ديت ولا ايه؟ دي بقى خلي السؤال ده كمان شويه لما نتكلم عن السكاترنج والحاجات دي. هو مش بيبقى فوتون، لا بيبقى يعني في حاجات تانية يعني، بس خلينا نتكلم عليها فوتون. تمام، طيب في اتفضل يا روماني. لي كومبوننت ده اوت اوف سكوب بقى يعني، انت الكلام ده كويس جدا بس احنا دايما هتلاقيني برسم في وان دايركشن، انما اللي انت بتقوله ده صح، وده كمان موجود في الافكتيف ماس اكشوالي. انت ممكن برضو تساله تقول لي طب هو انا اللي عندي عمال اتكلم على لاتس كونستنت في دايركشن معين، طب افرض ان انا يعني مش كيوب، افرض ان انا الدايركشنز المختلفه برضو مختلفه عن بعض، فالافكتيف ماس هتبقى في كل اكسس برضو مختلف. فكلام انت بتقوله ده مظبوط فعلا موجود، بس ده بعيد شويه يعني، عشان يا برضو الموضوع ده الديفايسز دي حاجه يعني فظيعه جدا علم لا ينتهي، وكل ما تفتكر انك انت فهمت فيه شويه تلاقيه يعني حاجه يعني فوق الخيال. فهو احنا بناخد ايه يعني حبه كده بنفهمهم، بس انت علشان بعد كده لو حد هيكمل يعني الموضوع فعلا الديفايسز دي علم فظيع جدا يعني. فهو حاجه صغيره زي السؤال ده فعلا ممكن تفتح لنا منهج جديد لوحدها يعني. ماشي، اتفضل يا حمدي. هو مش مهندس، معلش ممكن حضرتك تشرح الـ يعني اللي هو الانرجي باند دياجرام دوت، يعني فين الريفرنس الواي اكسس او وازاي الالكترون مثلا انرجي بتبقى اعلى لفوق والهول العكس؟ ما فهمتش دي قوي. هو الـ هنا الريفرنس فين بالظبط؟ الريفرنس ده لا ده arbitrary يعني، انا هنا مش حاطط ريفرنس معين. تمام، انا هنا مش حاطط ريفرنس معين، بمعنى ان انا لما اقول لك هنا ان الانرجي هنا بوتنشال انرجي، ما قلتلكش بوتنشال انرجي دي بكذا الكترون فولت مثلا. تمام، فده ليه؟ لان هو هي مش ما فيش ريفرنس معين. فهو يعني الزيرو بتاعي انت عايز تقول فين الزيرو. تمام، هو لا انا الزيرو ده arbitrary بيتحرك عادي. اوكي، يعني انا ممكن تلاقيني في مساله انا حددت لك قلت لك بص انا هاخد الزيرو بتاعي هنا وتبتدي انت تحسب ارقامها بقى، فاهمني؟ دي حاجه. بالنسبه للاكسس فهو الاي هو انا الاكس يعني الاكس بتاعي هو الاكس اكسس ماشي، ده ديستانس مسافه اكس يعني، والواي اكسس هي انرجي. فالانرجي بتزيد لفوق والاكس بتزيد ايه؟ بتزيد يمين. تمام، الانرجي بقى اللي بتزيد لفوق دي هي الكترون انرجي، ده عشان السبب اللي انا قلته اللي هو ايه يعني، انا عرفتها كده، ده الديفينيشن بتاع الانرجي باند دايجرام. تمام، لان انا زي ما قلت لك من الاول خالص انا لما بقول ان الاي سي اعلى من الاي في ده علشان الانرجي بتاعت الالكترون، الالكترونز ليها انرجي اعلى في الاي سي من الاي في. تمام، بس فهي دي الفكره يعني، عشان كده الالكترون انرجي بتزيد لفوق، الهول بيزيد لتحت لان هو اشاره مختلفه، عشان كده هو بيزيد لتحت. يعني يا باشمهندس اقدر اقول مثلا يعني ان ممكن عند اي سي تبقى مثلا نيجاتيف 4 الكترون فولت، اما عند اي في تبقى نيجاتيف 6 الكترون فولت. اقول تاني كده عشان بس الارقام تاعت مني، عند ايه وايه؟ عند اي في نيجاتيف 6 الكترون فولت مثلا، وعند اي سي نيجاتيف 4 مثلا. تمام، ولو عايز الهول انرجي فاخد لها مودلز بقى يبقى 6 و 4. يعني
خلينا نتاكد من الحته دي. يعني موضوع الهول انرجي ناخد مودلس او ما ناخدش، اصلا الموضوع كله بيبقى ريفرنس يعني حاجات زي كده فاهم. يعني حته بقى ان يبقى الالكترون انرجي لازم نيجاتيف والهول بوزيتيف، ما انت على حسب واخد الريفرنس بتاعك فين. احنا كنا زمان بنقول ان هي نيجاتيف او معاك حق، علشان كنا بنقول ان الزيرو ده لما انت بتخرج بره الماتيريال خالص صح. اوكي بس بقى حته ان ده كانت الفرضيه بتاعتنا البوستيت اللي احنا بنشتغل عليها، انها حته ان الهول بقى تبقى هي بوزيتيف. خلينا نتاكد منها دي يعني، بس هي يعني تمام. مش هتضيف كتير في الفهم بتاعنا يعني فاهم، لها بيزد على البوستيت اللي انت بتشتغل عليها يعني. شكرا. اتفضل يا محمد عبد الرب. هو هنا يا باشمهندس لما الانرجي لو الالكترون عايز ينزل للبالانس باند هينزل يعني هينزل من النقطه اللي هو فيها ديا، ولا لازم يرجع للكاينت للخط البيرتيكال ده وانا وينزل؟ لا هو عاده يعني ان هو الالكترونز بيحصل لها سكاترنج الاول فتنزل. يعني بص غالبا الحاجتين بيحصلوا يعني، ممكن هو ينزل كده في ستيب واحده، ممكن ينزل على اكتر من ستيب. نتكلم على موضوع الانتقال اللي من هنا لهنا ده في قصه الجينيريشن والريكومبينيشن تمام. فدي انا لسه هنتكلم عليها في حته لوحدها، بس يعني حته بقى ان هي تحصل على مره واحده او على اكتر من مره، فده بيحصل وده بيحصل غالبا. هو كل ده بيحصل على حسب الراندمنس اللي موجوده جوه، يعني الموضوع ده بيحصل بصوره راندم يعني. فده ممكن وده ممكن. طيب وفي في الايفكتيف ماس، هو البوزيتيف والنيجاتيف دوان بتعبر عن اكسلريشن او دي اكسلريشن صح؟ يعني على حسب الدايركشن يعني، اكسلريشن او ديسلريشن في الدايركشن انت بتابلاي في الفورس. يعني انت بتابلاي في اتجاه بوزيتيف اكس يعني بتشوف انت حصل لك اكسلريشن في بوزيتيف اكس ولا ديسلريشن، ولا يعني اللي هو يقابل اكسلريشن في نيجاتيف اكس يعني. بداية يعني لو acceleration تبقى دايما positive effective mass، ولو deceleration تبقى negative effective mass. بالظبط كده تمام. شكرا يا باشمهندس. عفوا. من اخر كريم تالي عمر رفع ايده الاول، اتفضل يا عمر. يا باشمهندس الجزء الثاني بتاع سوبر امبوست، هو الكيرفز بتتكرر تحت زي ما بتتكرر فوق بنفس العدد، ولا هو تحت بيبقى واحد بس؟ لا 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 لا، ده رسمة تعبيرية بحتة يعني. طبعا يعني هو اي الكترون انت ممكن زي تشوف عنده يعني. يعني هو الموضوع زي ما قلنا ان هو بيريودك في السبيس. تمام. الانرجي بتتغير بيريودك في السبيس، هي دي مجرد رسمة تعبيرية يعني. ماشي. انما لا ممكن يتكرر كتير عادي. طيب هو لما بيتكرر اللي كان في حد بيسال لازم يرجع تاني للهوريزونتال ديستنس وبعد كده ينزل، ولا فلما بيتكرر يبقى ينزل على طول ولا برده بيرجع مكانه؟ يعني هو لو انت دلوقتي احنا بنقول ان في حاجات كتير جدا بتحصل للالكترون جوه الماتيريال تمام، فانت ممكن تابلاي عليه الكتريك فيلد تمام، فهو بيتحرك عكس اتجاه الالكتريك فيلد، يجي يتحرك كده وبعد كده ايه ممكن مثلا برضو يقوم خابط يحصل له سكاترنج فيفقد الانرجي بتاعته دي وينزل الكاينتيك انرجي وينزل تاني للاي سي بحيث ان هو يبقى بوتنشال انرجي بس تمام. ممكن بعديها يقوم نازل على الاي في، او ممكن ينزل مره واحده على الاي في. كل الحاجات دي بتحصل براندوم نس معين موجود جوه الماتيريال يعني على حسب الكونديشنز والالكتريك فيلد اللي موجود ساعتها. يعني على حسب الكونديشنز، وزي ما بقول لك يعني هي الموضوع راندوم جدا يعني. تمام. احنا هنقول من يعني هنقول لما نخش السكشن اللي جايه واللي بعده ان هو الالكترونز بصوره عامه بتكتسب انرجي نتيجه الثيرمال انرجي بتاعها، حتى لو ما فيش الكتريك فيلد يعني. حتى في الكيس اللي هي ما فيهاش الكتريك فيلد دي تمام، هي الالكترونز بتقعد طالعه نازله عادي عن طريق الثيرمال انرجي بتاعتها، وبعد كده يحصل لها سكاترنج وتنزل، فهم بيلعبوا يعني. والموضوع ده بيحصل عادي في الماتيريال يعني. تمام. الكلام ده جاي يعني. اتفضل يا كريم. وباشمهندس برضو في الانرجي، في الانرجي دايجرام اللي هو اللي تحت، التوتال انرجي في الحتة الهوريزونتال من فوق ومن تحت هتبقى بس هي بوتنشال بس، ولا هتبقى مع حاجة تانية يعني؟ معلش فوق فين يعني هتكلم عن ايه؟ عن الحياة الهوريزونتال اللي فوق اللي هي بعد ما حصل يعني دي ما دي دي انرجي بوتنشال بس برضه.
هو اي نقطه على البي سي ماشي بالميل بتاعه ده وكل حاجه ده كل ده والاي في يعني ده كل ده بوتنشال انرجي بس. بس اول ما هيجي الكتريك فيلد هيزقه هياخده لتحت كاينتيك انرجي معاه او هيزقه من عند الحته الهوريزونتال دي ينزله لتحت. ما هو خد بالك هو يعني احنا الحته الهوريزونتال دي هي ليه هوريزونتال عشان ما فيهاش الكتريك فيلد يعني لو انت حطيت الكتريك فيلد هيحصل بيندنج بقى. ما هو كده لو انا حطيت الكتريك فيلد على الماتيريال كلها هتحصل لها كل الانرجي بند كل الانرجيز هتبند كلها مره واحده ولا هيبقى فيه هوريزونتال وفي لا عادي يعني اللي انا لا رسمها دي ان انا مثلا بقول ان الالكتريك فيلد حته معينه في الماتيريال لو الالكتريك فيلد يعني لو هي بس مجرد ان انا ماتيريال وجبت عليها بطاريه حطيتها فخلاص الالكتريك فيلد هيكون متوزع على الماتيريال بطولها وهيبقى فيها كلها بيندنج. امتى يبقى في حته معينه كده ده لو يعني في كيسز بقى معينه اللي هي بتاعه الديفايسز دي لسه هنتكلم عليها. فاهم؟ طب يعني هو لو كده في الكتريك فيلد على الماتيريال كلها كده هيبقى الالكترونز في حركه في مشى مستمر يعني هيبقى على في كاينتيك انرجي يعني انت حطيت بوتنشال ديفرنس يمشي لك كارنت كارنت ده يعني الالكترونز بتتحرك. تمام شكرا. كريم خلاص كده كله خلاص ولا انا مش عارف عمر وروماني انتوا الاثنين سالتوا مش عارف عايزين تسالوا تاني ولا خلاص؟ لا مش معنى السؤال بس تاني معلش. اه هي الحته اللي فيها الالكتريك فيلد ده اللي فيه بيندنج للانرجي مش المفروض الحته دي يبقى ليها كاينتيك انرجي وبوتنشال انرجي؟ الحته دي اللي هي الحته اللينير بتاعه الاي سي دي او الاي في. يعني الالكترون اللي هنا ده ماشي ده بوتنشال انرجي بس ده ما عندوش كاينتيك انرجي. مش هو في الكتريك فيلد فبالتالي المفروض يبقى ليه برضو كاينتيك؟ ما هو الالكتريك فيلد ده ماشي يعني خلى الالكترونز تتحرك بالمنظر ده ما ده اللي انا بقوله ان هو اتحركت بالمنظر ده فبقى عندها هنا كاينتيك انرجي. انما لو احنا بنتكلم على يعني هو يعني هو بيبقى فيه خد بالك ان الكيرف ده هو مليان الكترونز والكيرف ده برضو مليان الكترونز هو في الكترونز عندها كاينتيك والكترونز ما عندهاش. هو يعني الالكتريك فيلد ده جه في الكترونز خدت الكاينتيك انرجي دي اكتسبتها وفي الكترونز ثانيه ما عندهاش لان زي ما احنا بنقول كده هو الموضوع جوه لما هنتكلم عن السكاترنج في حاجات كتير هتفهموها في المنطقه دي ان هو الحركه بتاعه الالكترونز جوه عشوائيه وبتقعد تكتسب انرجي وتاخد انرجي كتير وهكذا. اوكي تخيل كده هو في بقى ناس في الله شكرا يا جماعه في حاجات في الناس كانت كاتبه حاجات كويسه عن السكشن كتر خيركم. في بس حضرتك عديت الدكتور لا بص هو الحته بتاعه الانرجي باند دياجرام دي هي دي بس اللي اتكلمنا عليها يمكن هي دي اللي حسستك اللي هي اخر صفحه رقم 7 دي بس هي الحته دي هي يعني المفروض بنخش كده ان انتوا عارفين الحاجات دي تمام يعني انت لما تيجي تبص على السلايدز زي ان هو احنا على طول هتخش على الكارير داينامكس بقى وكده اللي بالتالي دخلت فيها النهارده دريفت وديفيوجن وحاجات زي كده فحته الانرجي باند دياجرام دي احنا ما عدناش يعني لا هي بس مجرد يعني قلنا بس بيزكس كده بسيطه خالص اللي هي انا جمعته لكم في الاخر في 3 نقط كده دول بس عشان هنستعملهم بعد كده انما هي ما تعتبرش ان احنا عدينا الدكتور يعني بالعكس احنا لسه يعني بس انتوا المفروض خدتوا حاجات احنا ما اتكلمناش عليها النهارده. اوكي ان شاء الله ما احنا من يوم السبت اللي جاي زي ما اتفقنا كده هندي السكشن اوفلاين المفروض خلوا اول سلوت دي يجي ناس من سكشن 1 و2 وتاني سلوت يجي ناس من سكشن 3 و4 واللي احنا منتظرين ونعي ان الدنيا ما تبقاش زحمه قوي فتمشي كده ان شاء الله. اوكي كده خلاص تقريبا ما حدش عايز مني حاجه. ستوب بريزنتنج ستوب ريكورد.